مشاهدينا الكرام مساء الخير. الحكومة في أزمة، الرئاسة في شهور، مجلس النواب في زمن التعطيل، الحوار في دوامة، وقانون الانتخاب في دائرة المستحيل، وتدور الملفات العالقة في مكانها، لا حلول لا أفق، وتتراكم العناوين الخلافية، ويبقى المواطن أسير كل ذلك بانتظار معجزة ما. في حلقة الليلة من الأسبوع في ساعة نتناول العناوين السياسية بدءا من الأزمة الحكومية وصولا إلى باقي الملفات، ونتناول أيضا موضوع الاتصالات والإنترنت بين التحقيقات البطيئة والحمايات السياسية وجهود لجنة الإعلام والاتصالات ووزير الاتصالات في هذا المجال. في حلقة الليلة إذن نطل مع وزير الاتصالات الشيخ بطرس حرب مباشرة من دارته في الحزمية. مساء الخير معالي الوزير، أهلا وسهلا فيك. يسعد مساك وأهلا فيكم. طبعا هذه الحلقة كان المفترض أنها تصير قبل اليوم، ولكن بسبب وفاة شقيقتك تم إرجاء هذه الحلقة. طيب. فبدنا نعزيك بداية ونعزي أفراد عائلتك. شكرا. والعمر الطويل لك. الله يخليك. بالمناسبة أشكر كل اللي شاركونا وكل اللي عزونا، وإن شاء الله نرد نكفيهم بالأفراح. إن شاء الله طول يعني بيكون بيتك مفتوح للفرح ومش للحزن. شيخ بطرس، يلي سألوك يعني بدي أبدأ مباشرة بالملف السياسي بالعناوين السياسية، ومن ثم رح بيكون عنا محور خاص بموضوع الاتصالات، لأنه هالأسبوع يعني من خلال المؤتمر الصحفي ومن خلال اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب كان في حديث كتير كبير عن موضوع الإنترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي وكل هالأمور المختصة بوزارتك، رح نحكي عنها بمحور خاص، ولكن بدي بلش بالعناوين السياسية وأبدأ مباشرة من الأزمة الحكومية المستجدة. من يومين ثلاثة لما سألوك رأيك بكل اللي عم بيصير بالوضع الحكومي وغياب وزيري التيار الوطني الحر، موضوع الميثاقية اللي انطرح، كل هالتعقيدات وما ينتظرنا، قلت للي سألوك الصحفيين انه رح يكون عندي موقف مهم من موضوع الحكومي الأحد المقبل، يعني اليوم بهذه المقابلة. أول شيء بشكرك انك تركت الموقف المهم لليلة، بس سؤالي بكل بساطة، لوين رايحة الحكومة؟ شو رح بيصير فيكن وفينا وبالبلد؟ هو السؤال الكبير شو رح يصير بالبلد؟ ايه طبعا صار فينا شغلة صغيرة صار فيك كبير إنما البلد الناس يعني لبنان الدولة المستقبل مستقبل أولادنا هذا السؤال اللي صار وقت اللي طرحت فكرة التشكيل الحكومي بنهاية عهد الرئيس سليمان وقع خلاف بيننا وبين بعض حلفائنا وبعض أصدقائنا هل منشارك ولا لا؟ كان بوقتها الصراع قائم بالنظريتين، نظرية إنه منشارك وشايفين نحن إنه ما في انتخابات رئاسية كنا شايفينها جاي، أو إنه نشارك لأنه منقاذاً للجمهورية تيضل النظام مستمر تنتخب رئيس. كنت ميان أنا ذاك إنه لا ما بيجوز نكب البلد وتنفجر البلد. مشان هيك رغم صعوبة الظروف ورغم معرفتي المسبقة إنه فايتين على حكومة الشغل فيها صعب جداً، لا سيما اذا انتهت ولايه الرئيس بدون ما وصلنا النتيجه، وبالتالي مع كل هيدا اعتبرت خدمه عسكريه وانه لا بدنا نضحي ونتحمل ما بيحمل ونفوت على الحكومه. بس هالخدمه العسكريه كنت تتوقعها تكون سنتين ونص والحبل على الجرار، يعني الخدمه العسكريه 9 أشهر بفتكر. نيتنا كانت منع البلد من الوقوع بالفراغ، منع سقوط المؤسسات الدستورية، تنبقي الأمل للبنانيين أنه بيرجع لبنان يعيش، لسيما كنا فتنا بمرحلة زلزال بالمنطقة بشي بيخوف. بينا بعد الممارسة الطويلة العريضة والمماحكات والمستوى الحقيقة المتدني للممارسة السياسية في مجلس وزراء من قبل بعض الأفرقاء، وتبيننا أنه بعد ما تحول مجلس وزراء أنه من أمر نمشي أمورنا على حساب مصلحة البلد وعلى حساب وجود رئيس جمهورية، بينا الحقيقة أنه لا عم نخضع لعملية ابتزاز وصرنا تحت رحمة اللي عم بيعطلوا البلد. مش هناك أنا الحقيقة بعد المعاناة الطويلة اللي عم نعيشها، ومثل ما قلت ما كان حدا منتظر نضل هالوقت، بلغنا وصلنا لمرحلة سأل السؤال التالي، هل إني أنا عم ساهم بوجودي بالحكومة عم ساهم بتسهيل أمور من يعطل البلد؟ عم ساهل بتطيير رئيس الجمهورية بعدم انتخاب رئيس لأني عم مرق أمور الناس؟ أما أنه لا صار عين الأوان أنه لا خلص يعني شو لازم نوقف هون، يعني شو بك تستقيل بتدعي الحكومة الاستقالة؟ واصل واصل لهم. وقت اللي بتبين بده يثبت أنه تحول أسلوب لأسلوب ابتزازي، أما بتعمل مثل ما بدنا، أما نحن منعطل الحكومة لأنه هاي مصالحنا بتقول هاي، لا أنا زيك لا الموضوع عنا بيصير ينطرح بشكل تاني. أنا بالاجتماع الأخير اللي عقدته مع رئيس الحكومة
طبعا المجالس أمانات بسمح لنفسي أقول رأيي، بترك رأي رئيس الحكومة بيعبر عنه. أنا قلت لرئيس الحكومة دكتور رئيس إذا نحن باقيين بالحكومة اللي عم بيعطلوا سير الدستور وتطبيق الدستور وانتخاب رئيس يرتاحوا ويأمنوا مصالحهم، أنا مش شريك. مش هيك، أنا من هلأ عم بقول إذا استمر الجو على ما هو عليه لن أبقى بالحكومة، وأدعو دولتك إلى الاستقالة، لأنه نحن منكون عم نساهم، منكون شركاء في ضرب البلد والنظام السياسي. هذا رأيي. أنا ما ممكن ضل شاهد زور على ما يجري. في مهلة معينة؟ يعني طبعاً المهلة الزمنية هي بتحكم فيها شو الظروف، وإذا لقينا أنه الحقيقة رايحة الأمور على صعيد تصعيدي مثل ما عم نسمع اليومين، أكيد المهلة بتقصر كتير. وأنا شخصياً الحقيقة بدي أشوف شو بدي يصير من تطورات. إذا بدنا نضل خاضعين لهذا الابتزاز السياسي اللي ما بحياته لبنان شهدوا، أنا ما نكونش ما رح كون شريك أبداً بهالقصة. أنا بفضل مليون مرة إنه نحنا معلش لو مجلس الوزراء بطل يجتمع، لو تحولت الحكومة لحكومة تصريف أعمال، بفضل مليون مرة صرف أعمال شؤون البلد ومعلش توقف بعض القضايا والمصالح مثل ما عم نشوف، ما إنه يسقط البلد نحن نكون ساهمنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإسقاط البلد وبيضرب مستقبل أولادنا وشبابنا. هاك الحال هيدا بيفتح 100 سؤال هيدا الكلام، ورح أسألك. بس أول شيء هلأ عندكم فرصة جمعتين، لأنه الأسبوع المقبل الرئيس سلام سافر أسبوع إيه، يعني بعد في 10 هالجلسة هيدي لا تعقد لأنه رئيس الوزراء غائب. إيه البعد منها مفروض يكون مفروض يكون في جلسة، مفروض يكون صار في اتصالات يا إما إيجابا أو سلبا أو ما بعرف شو بده يصير. بس على ضوء ذلك فيما لو يعني عم تدعي حضرتك الرئيس سلام للاستقالة، عم بدعي الحكومة كلها سوا يعني عم تدعي الحكومة للاستقالة لأن نكون شركاء في ضرب النظام السياسي في هالبلد وفي ضرب مستقبل اللبنانيين في هذا الجو. بس في آخرين بيقولوا يعني الرئيس بري متمسك بهذه الحكومة لأنه بيعتبرها آخر يعني قارب نجاة أو آخر المؤسسات القائمة. حزب الله كمان يقال أنه متمسك بالحكومة. ما بزيع سر إذا قلت أنه الرئيس بري مزعوج من هالوضع أكثر مني. خلي أقول بالقدر أنا لأنه مزعوج كتير أنا صد. وأنه رئيس بري طبعا استمرار هذه الحالة طبعا عم بيرفضها. بس رئيس بري عم بيدرى على حال السؤال التالي، هل إذا استقالت هذه الحكومة شو ممكن أعملنا؟ هل ما ممكن عجلنا بالأزمة؟ لا، أنا برأيي بشوفها من نظر آخر. رغم أني بقدر اللي عم بقوله رئيس بري، رئيس بري عم بقول الكلام أنه على الأقل نحافظ على خشبة الخلاصة، على هالخشبة الوقتين فيها بهالعاصفة الكبيرة. أنا عم بقول إذا الحقيقة ما كبرت ما بتصغر، إذا ما كبرت ما في حل. إذا ضلينا نحن ساكتين ومستمرين على أساس نحن بهالحكومة تنمشي أمور الناس والبلد، وعم نشتغل بهذا الجو لا عم تمشي أمور الناس، عم نتحول من وزراء مسؤولين عنا كرامتنا لوزراء عم نسب، أنا لا مني شريك فيه. يعني فإذا معهم حق الكتائب بشو؟ بموقفهم شو؟ أنا الكتائب كنت أتمنى لو بقيوا بالحكومة، أنا ما بشارك الكتائب رأيهم بالاستقالة وهذا رأيي. بس ما هلأ حضرتك عم تدعي بس خليني كفي بس ما بشارك الاستقالة للسبب اللي استقالوا من أجله. أنا بشارك بموضوع أنه نطرح القضية السياسية بكاملها، هل ديش قادر هالبلد يستمر هيك؟ إذا انهار هذا البلد وإحنا شهود عليه وما اعترض على هذا الأمر وما حاولنا نلاقي مخارج بحلول ولو قاسي شوي، منكون نحن شاركنا بأنه انهار البلد. نحن كنا أحد مساهمي بانهياره، وأنا مش مستعد كون شريك بانهيار البلد. عندي ثلاثة بعض الناس بعض الناس حققوا بعض المكاسب الشخصية أو الحزبية أو العائلة، رح نحكي عن هالناس اللي بتقصدون يلي هن التيار الوطني الحر. عندي ثلاث أسئلة بهالإطار. مش ضروري بس التيار الوطني الحر، في غيره نحكي. أول سؤال، موقف الرئيس سلام شو كان؟ قلت لي إنه المجالس بالأمانات وما بسمح لحالي أحكي عنه، بس تقريبا يعني شو ممكن سلام شو قال لك؟ رئيس سلام مستاء جدا من الحالة، طبعا مش بعيد إنه نحن إذا ضلينا عاطلين مش قادرين نشتغل ما رح نكون شهود زور كمان، طبيعي. هذا موقف الأساسي، مش جديد الموقف. بس هذا الموقف عم بيزداد حدة بنتيجة التصرفات اللي عم بتصير. يعني مش مقبول مستوى الحديث اللي عم بيصير حول مين بيمثل ومين ما بيمثل، ولا سيما صادر عن ناس هن أصلا ما بيمثلوا. يعني معلش خلينا نقول الأمور، يعني هذا ولو ممكن. كيف ما بيمثلوا يعني هيدا طرف سياسي بيمثل. أنا ما قلت عن، ما عم بحكي عن طرف سياسي، عن شو عم تحكي؟ أنا عم بحكي عن بعض الكلمات اللي عم تطلع وبعض التصريح لناس ما بيمثلوا، يعني ما عندهم تمثيل شعبي، إنه الظروف حطته في مكان ما لهم حق يحكوا ليش بيمثلوا الآخرين. يعني إيه بس الظرف، خصوصا إنه الآخرين هن يعني ثبت إنه بيمثلوا. عال بس الظرف حطه أو ما بعرف الظرف. إيه طيب بتقول الظرف، بتقول أنت الظرف حطه بموقع رئيس أكبر تيار بيمثل عند المسيحيين،
يعني خلاص يعني هذا المنصب يخول هذا الشخص اللي هو رئيس هذا التيار الوزير جبران باسيل انه يتحدث باسم هالتيار وباسم الحزب. ما بدي انزل على مستوى لا 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 الصراع الشخصي اولا لاني انا بربق بنفسي انزل على المستوى، وثانيا ما بدي احول القضيه قضيه بتتعلق بشخص. القضيه بنظري انا في بلد بده يستمر بالحياه وهذا البلد اهم من الاشخاص، وانا بعتبر استمرار السياسي المتبع من تيار سياسي معين ومع حليفه هو استمرار عملية تهديم النظام السياسي في لبنان، هو بيعرض مستقبل لبنان للخطر، هو بيخلي لبنان يقع يوم من الأيام ما بقول حدا يلمه. وإذا كان المقصود ضرب النظام السياسي في لبنان لإبداله بنظام آخر عبر أما هيئة أساسية أما غيره وإسقاط المؤسسات الدستورية من مجلس النواب لمجلس الوزراء لرئيس الجمهورية، هذا إذا كان هي الخطة نحن ضدها، ومش هناك على الأقل خلينا نقول إنه ضدها ومن ساهم بإذن نمرق هالوقت وكأنه هي الخطة عم تتكرس. يعني شو عم بيصير هلا؟ هلا بكره هي عنا انتخابات نيابية، كيف بدنا نشتغل بانتخابات نيابية؟ كيف فينا نعمل انتخابات نيابية بكره وأنا من طلابها؟ نعم، لأنه قال الأوان يعرفوا الناس كل واحد شو بيمثل. بس تما نحرق الملفات لأن هيدا ما بدك محور خاص. بدي أبقى بإطار الكلام اللي حكيته، قلت لك في عندي مجموعة أسئلة، أول ما موضوع موقف الرئيس سلام وقلت لي عنه، ثاني سؤال فيما لو بقي الوضع على ما هو عليه، انت اللي سميته شيخ بطرس ابتزاز سياسي، فيما لو بقي الوضع على ما هو عليه شلل نتيجة ابتزاز سياسي، وفيما لو الظرف كان يحتم على رئيس سلام عدم الاستقالة، يعني في ظرف معين حاكم انه ما بده يستقيل، انت شخصيا هل سيكون لك موقف لوحدك استقالة شخصية او شو؟ ما بستبعد انه يكون لي موقف لوحدي اذا استمر الحال على ما هو عليه. ايه موقف قد يؤدي إلى الاستقالة أو الاعتكاف أو شيء من هالنوع، يعني ما بستبعد أني أوصل لمرحلة أني أنا أرفض أكون شريك ساكت عن كل ما يجري من جرائم بحق هذا البلد. أنا ما فيني أقبل أني أسكت وشارك اللي عم بعطل البلد وقول أنا ماشي الحال. لا مش ماشي الحال، الناس ينزلوا بين الناس يشوفوا الناس شو عم تعمل، يشوفوا شو نتيجة ما يجري في البلد، يشوفوا كيف بيفكروا. يعني انت مستعد تستقيل لوحدك اذا ضل الوضع على ما هو عليه؟ مين قال لك اني بتمسك هالقد بالبقاء؟ انا مجبوط غصب عني، وانا مثل ما قلت انت الخدمة العسكرية اللي كانت منتظرة طولت صارت سنتين ونص بتعرف شو معنيت سنتين ونص؟ تقعد تتحمل تقالة الدم والسخافة وتتحمل المشاكل، بس صرتوا برتبة جنرال اذا قاعدين هالقد تخدموا عسكرية. دخيلك خلينا الجنرال والمدني السياسي ضل سياسي، لا مفهوم ما نخلط شعبين برمضان، بس تعودنا على الجنرال مش هيك. ثالث سؤال، فيما لو استقالت هذه الحكومة شو بيصير بالبلد؟ يعني إذا ما عندنا رئيس جمهورية الحكومة تتحول شو بيصير؟ الحكومة تتحول، وأنت رجل دستوري وقانوني، الحكومة تتحول الحكومة تسير أعمال، وبالتالي بيصير الحاجة لانتخاب رئيس جمهورية لإعادة بناء السلطة أكبر، بصير الضغط أكبر. ما فينا نتكل انه نحن عم نمرق الامور بتامن مصالح القوى السياسيه. هالقوى السياسيه عم تستعمل مجلس وزراء تتمرق مصالحها وما عم تقدر تحل مشاكل البلد. خذ قصه النفايات، ما بدي اعطي امثله، الامثله كثيره. طيب كيف شو عم نعمل نحن يعني؟ لك شو عم نعمل بغياب انه هاي السفينه بدها ربان، غائب الربان، لك قائد جيش ما عم نقدر نعين. ليه عم نضحك على بعضنا؟ ما فينا نتفرج على انهيار البلد ونحن ساكتين، لازم نصرخ، لازم باسم هالناس الموجوعين، باسم الناس المحرومين، باسم الناس القلقين، باسم الناس الجيعانين، باسم الناس اللي عم بيلاقوا شغل، لازم حدا يقول هالكلام. انا ما فيني اسكت على استمرار الحالي لاني انا بالسلطه، عمرها ما تكون السلطه، او اسوأ ساعه كانت بحياتي السياسيه هي الساعات اللي قضيتها بهالمرحله هيدي بالسلطه، لانه مش عم ساهم، انا ما عندي شعور اني عم ساهم ببناء البلد، لا عندي شعور اني عم بعمل اصلاح بالبلد، عم بعمل اللي علي بواجباتي كوزير في وزارتي، بس انا قدره تاثيري على سير الاحداث في جو التعطيل الجاري شبه معطلي، مشان هيك انا ما فيني اسكت بقى. هذا امر مثل ما بيقولوا وصل للمرحله النهائيه، وانا الاوان انه بالنتيجه هاي القصه تنحسم. اما ان بدنا نروح تنبلي دولي بنحافظ عليها، اما في قرار لضرب الدولي وانا لن اكون شريك فيه. بس في بالواقعيه السياسيه شيخ بطرس، وانت يعني من اكثر الناس اللي بيتحلوا بالواقعيه السياسيه، طيب اذا اعتبرنا انه احاول اذا اعتبرنا انه ازمه الرئاسه هي ازمه مرتبطه بعوامل وظروف اقليميه محليه واقليميه ودوليه ولا ما هنالك، والا كانت انحلت من سنتين ونص لليوم. انا برايي مرتبطه بصوره اساسيه باراده اللبنانيين. نهار اللبنانيين بيتخلوا عن ارادتهم بانه يقرروا مين بده يتولى رئيس جمهوريه بلبنان، بتصير ازمه دوليه ومحليه، بس مخليين أزمة يبدو انهم مخليين عن ارادتهم. هذا انا رافضه. انا بعتبر اللي عم بيصير، انا بعتبر انه اللبناني من بعد ما بلغ سن الرشد وعنده ممارسه من 1943 كدوله مستقله، مش معقول بعد كذا سنوات
عشرات السنوات انه جيت نازل عن اني انا بطلت راشد رجعت قاصر تعالوا شوفوا كيف تساعدوني. ما في مره اجى موفد اجنبي الا شعرت بالخجل انا انه هو عم يخبرنا انه اعملوا واجباتكم تجاه بلدكم كانه هو بيهم لبنان اكثر من بيهم اللبنانيين. يعني ما معقول هن بيستمروا. يعني انا المشاركه بهي القصه للحقيقه انا مش قادر احملها بقى. انا ضميري منه مرتاح بقى باستمراري في هذه الحكومه في جو من الابتزاز السياسي اللي هو عم بيؤدي الى شلل السلطات وتعطيل السلطات وانهيار السلطات وانهيار البلد. ومعلش خليني احكي لك ضمانه كل الناس ولا سيما المسيحيين بهذا البلد انه يكون في دوله. نهار الدوله بتسقط العرض بسلامتك الوجود المسيحي والتنوع في المجتمع اللبناني وروح التعايش بلبنان اللي هي رساله كان لبناني بيتميز فيها انه الناس بيعيشوا فيها في نظام ديمقراطي بيقدروا يعيشوا مع بعضهم باراء مختلفه انما بيشتغلوا بوطن واحد وبدوله واحده. عم نقضي على هالصيغه تنسمع كم صوت فاجر عم بيحاول انه يوضع يده على السلطه شئنا اما بينا او انا او مش حدا ما فينا نحملها هيدي. والشعب اللبناني خلينا ينزلوا على الشعب اللبناني حش خبرونا عن احصاءات بدهم كيف بيعملوها ينزلوا يسمعوا الناس شو عم بيقولوا يسمعوا الامهات شو عم بتقول يسمعوا شبابنا عم بيسافروا شو عم بيقولوا بكفي بقى بكفي غنج بقى عم ندمر البلد احنا. هاي من اكثر المرات يلي انفعالي مش انفعال هذا التعبير عن صرخه الناس حرام هون الناس انا بشوف الناس بدون واسطه انا بيتي مفتوح نهار الاحد بستقبل الناس بسمع حاجات الناس صدقني قلبي بيعصر نهار الاحد بصوره خاصه وقت بستقبل الناس بسمع مطالبهم بسمع اوضاعهم الاجتماعيه عيب بقى هذا البلد لازم نرجع نمي ليش الامارات بده يكون فيها هذا النمو الاقتصادي والاجتماعي وبلبنان حوضر وضعنا مؤهل يكون احسن من الامارات ليه لانه بالسياسه عم بخرب بلدنا لانه ما في دوله لانه ما في سلطه لانه ما في قرار سياسي لانه ما في حدا بحب بلده بدنا نرجع ندعي هؤلاء اللبنانيين اللي عم يتحسروا على لبنان بدل ما يبكوا يشتغلوا يشتغلوا بعكس الاتجاه اللي عم بيصير اليوم حش كل واحد يخبرنا اخذ البلد انه او انا بستلم البلد او البلد ما في بلد لا البلد كان قبله والبلد رح يكون بعده كمان ما بيوقف البلد عند شخص والبلد اهم من كل الناس. طيب خليني فوت بموضوع الحكومه والظروف يلي ادت الى هذه الازمه. السؤال معقول يعني بدي من وجهه نظرك مش كوزير في الحكومة ولا كطرف سياسي بدي وجهة نظرك الدستورية وجهة نظرك إذا بدك تتحول لمراقب لهذا الوضع معقول ينعقد مجلس وزراء بظل الشغور الرئاسي وبظل مقاطعة التيار الوطني الحر وما يمثله في الشارع المسيحي بظل استقالة الكتائب وما يمثله من حزب تاريخي أيضا في الشارع المسيحي وبظل عدم مشاركة القوات من الأساس. طيب هل هيدا معقول وطبيعي؟ وألا يؤدي هذا إلى طرح السؤال عن موضوع التمثيل والميثاقية وكل هالأمور؟ بالحقيقة دخلنا عصر جديد من التفلسف الدستوري. بتصور أنه في قسم من الطبقة السياسية تحتاج إلى تثقيف سياسي ودستوري لأنه عم بيطلع علينا بمفردات جديدة ما بنعرفها مثل الميثاقية يعني مثل الميثاقية وغيرها هاي مش واردة بالدستور خليني بس على شيء أعطي بعض الأبديت أشرح الموضوع الناس كلها تفهم الموضوع. وقت اللي استقالوا وزراء الطائفة الشيعية بأيام الرئيس سنيورة الرئيس بري بالذات طرح على الرئيس سنيورة وعلى الرئيس وقتها رئيس جمهورية أنا زي تفضلوا عينوا بديل عنهم أيا كان من الطائفة تمتمسوا الميثاقية ما قال لهم عينه الاكثر تمثيلا انه هذا شو بيمثل بديش نسبته ما بعرف مين ماسك الميزان تيقول بديش بيمثل الواحد بس بوقتها ما عينه لا ما عينه لانه بوقتها لسبب سياسي ما عينه بس لو عينه كانوا سقطوا حجه الميثاقيه اكثر من هيك. شو عمليه التمثيل معلش كم حكومه اجى للبنان تكنوكرات هل كانوا بيمثلوا لبنان؟ مالين عليه امل مش لازم يحكوا لانه ما عم بيمثلوا الاكثريات بعدين شو قيمه هيدي الثقه اللي بياخذوها من مجلس النواب؟ الحكومة بتاخذ ثقة ما بتاخذ ثقة الشعب اللبناني عبر ممثلينه بيمثلوا هودي يعني معلش نطلع من هالنظريات ما تاخذني ما عندي وصف لها الا وصف سخيف. ايه بس نقال عنكم بتمثلوا 6% من المسيحيين يعني 6% او 7% او 8 يعني بين 6 و8% نقال بالماضي كوزراء موجودين هلا بالحكومة انه تحالف بين تيارين بنحترمهم وبنعرف انه عندنا تمثيل شعبي هن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر انه بيمثل 86%. اجت الانتخابات البلديه والاختياريه بينت انه هيدا نظريه مش صحيحه وما بعرف مين عمل لهم ذاك الاحصاء العظيم لاني انا اذا كانوا بيعتبروا مين مؤيد انه يتفاهموا القوات والعونيين ما يبطلوا في هذا الحقد والتباعد والتناحر اللي كنا عم نشوفه والقتل اللي شفناه بالماضي انا واحد من 86 اذا كان هذا. بس عم نحكي بالترجمه السياسيه الترجمه السياسيه الحقيقيه لما يمكن ان يمثل معلش انا بعتبر نفسي معلش ولو كان قانون الانتخاب مش على دائره البترون
يمكن أنا بالواقع اليوم ما حدا في خبر دش ممثل وممثل، خصوصا اللي واجهوني وما نشحوا بالانتخابات يعني. اللي عم بيقول عن التمثيل أولا ما له حق يقول يعني، واللي عم بيقول عن التمثيل وهو مش نائب يعني ما يخبرونا عن التمثيل قبل ما يحصل الانتخابات يعني. خلينا نحترم بعضنا يعني. بس في واقع على الأرض خلينا نحترم بعضنا. في حدا ينكر إنه التيار الوطني الحر ما عنده الأكثرية المسيحية؟ أنا ما في حدا ينكر، ما في حدا ينكر هالأمر. لا لا خلينا ما تقولني ما قلته. لا لا بس أنا ما في حدا يقول إنه التيار الوطني الحر ما عنده تمثيل على الأرض، مش إنه التمثيل الأقوى، هذا موضوع تاني نبحث فيه الانتخابات. بس أكيد ما حدا بينكر وجوده كتمثيل فاعل وكبير بالمجتمع المسيحي. بس أنا تمنياتي وطموحي إنه التيار الوطني الحر يمثل وطني، مش يمثل مسيحيين بس، يمثل كل لبنان يعني. يعني اليوم وقت بنرجع نقص بحالنا نحن فئات وطوائف ومذاهب، يعني عم ناخذ لبنان لخلف مش عم ناخذه لقدام. نحن طموحنا أن نرجع نبني الدولة اللبنانية اللي فيه المسيحي والمسلم بيعيشوا مع بعض وبكونوا مع بعضهم قابلين بعضهم وما في تنافر بيناتهم ولا في حواجز بيناتهم. هلا عم بتنصب الحواجز بيناتنا بنتيجه التطورات، دخول الطوائف الى الاحزاب. وانا عم بقول ان الكارثه الكبرى نهار الطوائف تتحول لاحزاب او الاحزاب تتحول لطوائف. انا مع بيسالوني اليوم عن الانتخابات على اساس القانون النسبي. القانون النسبي بيشجع الحركه الحزبيه وبيكرس الحركه الحزبيه، بس اذا كانت الاحزاب اللي بدها تتكرس هي الاحزاب ذات الطابع الطائفي انا ضدها. مش هناك انا عم بقول خلينا نروح على مراحل نحو انه ننتج طبقه سياسيه بقانون انتخاب احسن تمثيلا للناس. وانا هون عم بحكي بالدائره الفرديه والنين وان فوت، على اساس كل مواطن ينتخب نائب واحد بدائره صغيره، وبعدين مع الوقت بصير في عندنا احزاب جديده على اساس برامج وطنيه مش على اساس برامج طائفيه. بوقتها نطرح النسبيه، بوقتها يفترض ان نروح باتجاه التمثيل النسبي اللي بيامن صحه التمثيل لكل الاحزاب والبرامج تبعها، مش لكل العائلات والاحزاب اللي عندها طابع طائفي. انا مش هيك انا عندي هالتحفظ. طيب معالي الوزير بالعوده لموضوع الحكومه، لو ما كان في شيء غلط ليش الوزير ميشيل فرعوني اللي هو بالسياسة منه مع التيار الوطني الحر ليش كان عم يسعى وعم بيقول تأجيل الجلسة للمزيد من المشاورات؟ ليش الوزير نهاد المشنوق ما حضر الجلسة؟ هاي ما بعرف، الوزير نهاد المشنوق ما أعلم بعد، قال بده يبلغ رئيس الحكومة، مش هيك ما بسمح لنفسي إني حلل. ما قدرتوا تعرفوا أو ما قالكم رئيس سلام شو السبب إنه غاب الوزير المشنوق؟ رئيس سلام بعتقد إنه غاب عن البلد اليوم بإجازة. لا قصدي بالجلسة يعني وقتها ما كان بلغوا. أنا بالنسبة للوزير فرعون هلا منا كلنا أنا متفق مع الوزير فرعون. وأنا وقت طلبت الكلام بمجلس الوزراء الأخير قلت ما يلي: هالقضايا الخلافية احتراما منا لبعضنا ورغبتنا بأنه كل الناس يشاركوا بالقرارات، القرارات اللي فيها خلاف ونقاش خلينا نأجلها تيحضروا كل الناس، هذا كما وقفي. وبس أنه ما فينا نوقف مجلس وزراء لأنه غاب فريق، لأنه هذا الفريق غيابه لا يبرر وقف مجلس وزراء، مع احترام رأي كل الناس اللي هني من رأي المعاكس. أنا بحترم رأي الآخرين بس على الأقل يسمعوا رأينا. نحن اللي كنا حاضرين بمجلس وزراء في أكترية في النصاب القانوني موجود وفي مسيحيين ومسلمين، مش هناك قصة الميثاقية فينا نطخنا هالقد وفينا نتعامل معها بشكل عقلاني. الشكل العقلاني وقت حطينا القضايا الخلافية على جنب انه معلش امور الناس معلش خلينا نمرقها، بس ما بيجوز نجمد مجلس وزراء اذا قرر فريق سياسي انه ما يحضر. بكفينا انه عم بيصير تعطيل لرئاسة الجمهورية ولجلسات انتخاب رئيس الجمهورية. هلا بدي أسألك سؤال، انه الميثاقيه موجوده بمجلس الوزراء عم نفتقد لها، مش عم نفتقد لها برئاسه الجمهوريه؟ ما الوجود المسيحي الاهم وين؟ برئاسه الجمهوريه. انه مش ضرب للميثاقيه تغيب موقع رئاسه الجمهوريه، بس هي على شيء ما نزيد على بعضنا بالميثاقيه. بس هي موضوع الميثاقيه هل هي بدعه ام ماذا؟ لا لا، لانه هذه منا موجوده بالدستور. هل هي اخترعت او تم اختراعها؟ ليش شو هي الميثاقيه؟ خليني بس اعطيك شويه امثله. سنة 73 إذا ذكرت منيحة بالتاريخ شكل الرئيس الله يرحمه سليمان فرنجي حكومة برئاسة الله يرحمه الرئيس أمين الحافظ اللي هو ابن طرابلس. وقتها كانوا المسيحيين ماشيين بهذا الاتجاه، كان في بداية الحرب الأهلية 73، وكانوا المسلمين رافضين هذا التعيين. شو صار؟ نزلنا على مجلس النواب مشان نعطي الحكومة الثقة. أوكي؟ سنة 73 كان هاي الحكومة قادرة تاخذ الثقة، بينزل الرئيس كميل شامون الله يرحمه. اللي هو بتصور انه ما في حدا من اللبنانيين الا بيقر بزعامته التاريخيه لهذا الرجل. بينزل على مجلس النواب، بفوت بشوف رئيس المجلس، بيقول له ما يلي، بيقول له دولة الرئيس انا بعرف هي الحكومه بتاخذ الثقه وانا جاي اعطيها الثقه، بس مصلحه لبنان لانه المسلمين بلبنان رافضين الحكومه ناجل الجلسه وما نعملها. مفهوم الميثاقيه هي مفهوم محافظه على الوحده الوطنيه، مش مفهوم محافظه على المصالح الفئويه او المصالح الحزبيه او المصالح الشخصيه، هي اسمها الميثاقيه. بس اصبحت تستعمل هلا خليني يكفي لك تنتفادى هذه الامور. وقت جينا عملنا الطائف نقلنا
نصاب مجلس النواب مجلس الوزراء من النصف زائد واحد إلى الثلثين. ليه؟ لألا يستأثر فريق طائفي معين بأنه يأمن النصاب يأخذ القرارات بمعزل على الفريق الآخر. عملنا الثلثين ليه؟ عملنا لهذا السبب. لهذا السبب أنا عم بقول الميثاقية طبعا نحن بنتمنى كل الناس تشارك متقاطع مجلس الوزراء، إلا أنه إذا قاطع فريق سياسي معين وبقي فريق سياسي آخر وتشكل النصاب من مسيحيين ومسلمين، أنا برأيي الميثاقية موجودة. بغض النظر عن الدستور، بغض النظر عن حجم التمثيل. لا طبعا حجم التمثيل الوزراء كلهم مثل بعضهم بمجلس وزراء، ولا واحد يمتاز عن الثاني بشيء، لانه كلنا خلنا ثقات مجلس النواب. هذه خلينا نبلش هون بس بالشارع مع خليني خبرك بالوزن والتقل السياسي على حق التمثيل. يعني بس عندي مثل، يعني اذا كان وزير شيعي ينتمي الى حزب الله او الى حركه امل، ووزير اخر لا ينتمي الى هذين الحزبين اللي بيختصروا الثنائيه الشيعيه، هل عندهم نفس التمثيل او نفس الوزن السياسي او نفس الحجم السياسي؟ عم تحكي لي التمثيل والوزن، مش عم تحكي لي عن مشاركه بالحكومه، فرق بين اثنين كثير. الرئيس برد الزيت واستشهد فيه، طلب قال زيك وقت الاستقرار والوزراء شيء، يعني خي عينه للحكومة تبطل مبتورة. بس يمكن لو لقوا حدا كانوا عينوه. لا لا بس يمكن ما قدروا يعينوه. هيدا يعني وقت الرئيس سنيورا لو لقى يمكن كان عين. لا عفوا الرئيس بيرلي كان عم بيقول خيي لألا تبقى حكومتكم مبتورة ومش ميثاقية باعتبار طائفي بكاملها غيبي. لقى عينه أي شيعي معين، أي وزراء شيعة، وفيه بالطائفة الشيعية ناس مش بالحزب الله ولا بأمل، وقتها بتغطوها ميثاقية. كانت قيمة الشارع الشيعي موضوع تاني. بس أنا عم بحكي بالميثاقية ما عم بحكي بالسياسي. إلا أنه بدي أعطي مثل بالانتخابات الفرنسية، مش هيدي اللي قبلها، كان أحد الشخصيات الفرنسية الكبيرة اللي كان رئيس حكومي بالسابق على أيام جيرال دوغول اسمه ألان جوبي، لو مرشح اليوم يعمل رئيس جمهورية، كان وزير خارجية، ترشحوا الانتخابات، الرئيس سقط بالانتخابات النيابية أنا جوبي، تعرف شو عمل؟ قدم استقالة من الحكومة، إني أنا لأني سقط معناتها لازم أقدم استقالة، غير ما بيسقط بالانتخابات، لا بيتمسك ويتوقف البلد 7-8 أشهر وعشر أشهر، سنتين على أيام الرئيس سليمان، سنتين من الست سنين بقينا بلا حكومي كرمال انه وزير معين صاد بالانتخابات بدنا نعمله. بس على الحال الموسيقية هي بتقيس على ذوقك. بس على الحال لازم فصل النيابه عن الوزاره كمان. انا هيدا موضوع تاني، يعني لانه كيف بدك النواب يحسبوا حالهم اذا كان وزير ونايب نفس الوقت؟ هيدا بده بحث اخر. اذا بدك انا افتح بحث دستوري. خليني انتقل للعنات، ملعون من يحاول اقتلاع التيار من رئاسة الجمهورية للإتيان برئيس غير ميثاقي، وملعون من يحاول اقتلاع التيار من مجلس النواب لإقرار قانون غير ميثاقي ومن الحكومة بعقد جلسات غير ميثاقية. هذا الكلام كيف تردون عليه؟ هل هو كلام موجه لكم مجتمعين كلكم سوا يا مشو؟ كيف فهمتوا هذا الكلام؟ طيب فهمت ردة فعل كلام. هلا إذا بنحكي بالمفهوم الثقافي له والسياسي، هذا كلام وكأنه شيء نبي، يعني نبي موسى عم بيحكي أو يمكن المسيح عم بيحكي الكلام، هذا النوع من الكلام بيلعن الآخرين ما بعرف أي موقع. علما أنه معلش خلينا شوية ثقافة ضرورية لبعض اللي متعاطين بالشأن السياسي. الملعون كان بالتاريخ، كان على أيام العهد القديم، هو من كان يصلب، كان أشنع موتي وأزل موتي أنه يصلب واحد صلب. المسيح وقت اللي جاء ابن الله وقت لجا المسيح قلب هذا المفهوم واعتبر انه الصلب هو صلب ومات على الصليب، انه الصلب هو انتصار مش ملعون. كلمه ملعون مش موجوده بما يسمى بالدين المسيحي. هلا اللي بيريد يضيف على الدين المسيحي يمكن بحق له، هو عم يحكي بالمعنى السياسي بس انا يعني بس مش عم يحكي بس هذا المستوى، مش عم بيعمل خطبه دينيه، هذا المستوى من عم بيحكي بالمعنى السياسي، هذا المستوى من التعابير اللي فيه اهانه للناس الاخرين. الحقيقه شبعنا منه، خلينا نرجع على مستوى احترام بعضنا واحترام الناس، لأنه نحن ما فينا نعيش في جو ما بنحترم بعضنا. خلي كل إنسان منا يعتبر حاله أنه تكون عم بيحكي باسم الشعب اللبناني اللي بيحمل تراث طويل عريض من الثقافة ومن التهذيب ومن الاحترام ومن الديمقراطية. أنا ما فيني أتصور، لأنه مبارح طلعت الوزيرة أليس شبطيلي على أحد محطات التلفزيونيات وأعلنت موقف سياسي، انتقدت فيه موقف تيار سياسي معين أو وزير بتيار سياسي، حكيت عن النوعية والكمية كمان، إنه يعني كمان صرنا بالنوعية أنا ما عم دافع عن اللي قالت بليز دخيلك، أنا عم بقول إنه عم بحكي بالمبدأ إنه تاني يوم بينزرع علم للتيار اللي اتهمته بحديقة بيته وبينشال من محل مستديرة للرئيس ميشيل سليمان، بينشطب باسم سليمان، بينحط عون
عيب. ما هيك ما هيك مجتمعنا عايش. نحن ما هيك مجتمعنا. يعني ما لناش العراق. نحن ما منكسر ما منكسر الأصنام أو تماثيل صدام حسين لأنه صار ما هيك لبنان. بس هيدي وقت هيك بصير لبنان العود بسلام. شيخ بطرس يعني هذه تصرفات إنه الناس المتحمسة المحاسبين أو المناصرين المحمسين. هذه أضرار. وقت أنا بسمع تحريض وقت أنا بسمع تحريض من المسؤولين السياسيين أنا طبيعي كمواطن عادي بعاطفتي بنجر وأنا ما عم لومه. أنا ليك خليني نكون واضح في كل التيارات السياسية ناس محترمين وناس أوادم وناس وطنيين وأنا بحترم رأيهم وبحترم موقفهم بس أنا عم بقوله يا أخوان بلبنان ما هيك تعودنا. إذا بدنا نحافظ على لبنان بدنا نحافظ على لبنان نقبل بعضنا. إذا بدنا نبلش نطبق لبنان نظريات النازية والفاشستية اللي هو كل واحد مش منا هو ملعون أو حرامي أو فاسد أو خاين ما بيعيش لبنان. لأنه هيدا بنزرع الحقد بين أولادنا وهذا منبني لبنان القائم على الحقد اللي هو بالنتيجة بده ينهار. لبنان ما قام ولا يمكن أن يستمر إلا بقبول بعضنا واحترام رأي بعضنا ولكن رأيك مش بالرأي بدي احترمونا بدي اسمعوا. بس هيدا ناجم شيخ بطرس عن قهر عن معاناة. يعني لما بيقلك الوزير باسيل إنه القصة أو الموضوع موضوع وجود بالوطن وقصة كرامة يعني عم بيحكي عن قصة كرامة ووجود مش قصة إنه حكومة وآية جيش المقهورين طلعوا اللي الناس بالسلطة والمقهورين إن الناس اللي عم بيدفعوا ثمن التصرفات. المقهور والفقير المقهور مش عم بيلاقي شغل المقهور والمعتل المقهور الخايف على مستقبل اولاده المقهور مش عم بيلاقي لقمه الخبز إيه بس بالمقابل كمان المقهور هو يلي عنده تمثيل من قبل الناس وبالوقت نفسه يتم التعاطي معه وكانه غير موجود او يتم التعاطي معه على غير حجمه الحقيقي. مش صحيح الكلام. هالكلام ما حدا تعاطى مع حدا على حجمه غير الطبيعي الا انه وقت بدنا نحول قوتنا السياسيه لماده الابتزاز الاخرين تنعطل الدستور وما ننتخب رئيس جمهوريه ونحدد البلد بالسقوط نهائيا لتحقيق مصالح حزبيه معينه بوقتها مش هو المقهور والقاهر بيصير. خلينا نكون واضحين. نعم. حرب يراهن على الخلافات العائليه ضمن البيت العوني طالما عم نحكي عن موضوع الوزير باسيل والتيار الوطني الحر. هيدا عنوان مقال بالديار ونحكى عن صداقتك مع العميد شامل روكوز وعن تحيه وجهت له اياها وقت اللي عزمته على مهرجان ارست النورين الاسبوع الماضي. بس الحقيقه انا اولا بعتز انا انه العميد شامل روكوز صديق وابن العيله ابن الضيعه وصديقي الشخصي. نعم. بس انا لا ولو منه مستوى العمل السياسي نفوت على البيت والعائله ونشتغل فيها انا مش شغلتنا هيدي. ما هيك بنشتغل. انا اذا غيرنا بفكر هيك يفكر بس احنا ما هيك بنشتغل. اولا نحن بنحترم الناس وما بنفوت على بيوت على عائلات الناس وعلى خصوصياتهم وبنترك كل عائله هي تصفي حساباتها وشغلها لحالها ومنا مستل لا ولنا بحاجه ان نعمل ما يسعر الخلافات ضمن العائله ولا لا منا بحاجه اطلاقا. احنا ما بنشتغل. هو في خلافات يعني ما بعرف الحقيقه هذه بدك تسال اصحاب العلاقه ولا بريد اعرف. انا بعرف انه طبعا ما في ما يعني منش بدل العميد شيء بيركز معي خبر انه على منش بحزب الحزب تبع التيار الوطني الحر وبس. بس انه اكثر من هيك لا بريد اعرف ولا بريد اتدخل ومش شغلتي هذه. وبالنتيجه انا بعتز وبفتخر انه شيء بيركز انت النورين وخير الضباط الشعب اللبناني ولو انه احسن تصرف التيار الوطني الحر كان عمل قائد جيش شامل روكوز. وللأسف والأكثر أسف من هيك إنه اليوم بالطريقة اللي عم نتصرف فيها عم نمنع خيرة الضباط الشعب الجيش اللبناني اليوم اللي هني مؤهلين يعملوا قائد الجيش عم نمنعهم لهذا السبب. يعني أنا ما فيني أتصور كيف ممكن نحن نقدم على تعيين قائد جيش بغير رئيس جمهورية ورئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية ورئيس قوات المسلحة قائد قوات المسلحة في لبنان. رح نشك فيها رح نشك فيها بعد فاصل. يعني بس بدي أعرف مزبوط طلعت على بالمهرجان وقلت لهم بترككم للناس مع المغوار البطل العميد شامل روكوز وصار في تصفيق وعبارات شامل روكوز هو مغوار وبطل وعميد. بس انا ما كنت بالاحتفالات. انا طلعت بالافتتاح. انا عندي اختي كانت توفت قبل كم يوم. طلعت بالافتتاح تستقبلت الهيئات الرسميه وانسحبت وما كنت حاضر. والعميد روكوز اجى ثاني يوم انا ما كنت موجود. كل احوال اهلا وسهلا. رح اتوقف مع فاصل اعلاني بعد هذا الفاصل رح اتابع هذا اللقاء معك شيخ بطرس حرب تنحكي عن موضوع التعيينات العسكريه وتحديدا قائد الجيش يلي هو اصل المشكله يلي صارت بالحكومه. تنحكي اكثر عن احد مظاهرها خلاص يعني تنحكي اكثر هل نحن امام ازمه نظام ام ازمه حكم ام ازمه شغور رئاسي ام يعني شو توصيف هذه أم الازمه ام ازمه وطن كمان ام ازمه وطن مباشره بعد هذا الفاصل الاعلاني.
ونتابع حلقة الليلة مباشرة من الحازمية مع وزير الاتصالات الشيخ بطرس حرب. شيخ بطرس، بالعودة للموضوع يلي ولد هذه الأزمة الحكومية هلا، اللي هو تعيين قائد للجيش وانتهاء مدة التمديد للعماد جان أهوجي بأيلول. السؤال البديهي والمنطقي والطبيعي، مش من أبسط واجبات الحكومة القيام بعملها، وجزء من هذا العمل هو القيام بالتعيينات في المراكز الشاغرة أمنيا وإداريا وإلى ما هنالك، شو بيمنع أن تقوم الحكومة بهالمهمة البديهية والطبيعية والمنطقية؟ أولا، التعاطي مع الجيش والمؤسسات العسكرية هو تعاطي دقيق. هذه نظرية أنه نجيب أسماء لمجلس وزراء ويدباروا مين مثل ملكات الجمال، يعني مين أحسن ومين كذا، هذه نظرية حقيقة بتسيء للجيش، بتسيء لوحدة الجيش، وبتسيء لروح التنافس الطبيعي والشرعي بين الضباط على أنه يتولوا المراكز، خصوصا وأنه صار في تجربة بعملية انتهاء ولاية أمين عام مجلس الأعلى للدفاع اللواء خير. وبالتالي أنا كنت غايب عن الوزارة، عن الجلسة هيدي، كنت مسافر، وجاء طرح آنذاك أسماء معينة ولا اسم أخر لأكترية التلتين مطلوبة اللي بيقتضيها الدستور، مشان هيك قائد وزير الدفاع اضطر بحكم لعدم وجود فراغ في هذا الموقع، اضطر ياخذ قرار، يطلع قرار بتمديد ولايته وتأخير تسليمه، وهذا الأمر قد ينطبق على الآخرين. هلا بالنسبة لقائد الجيش الموضوع بيختلف شوي. أنا بنظري أحد المهمات الرئيسية أو أحد الصلاحيات المعنوية الرئيسية لرئيس الجمهورية، وهذا مع كل العهود السابقة، مع طبعا الفرق بين العهود، كان رئيس جمهورية وقت ليجي من جملة الأمور اللي بحثها يعين قائد جيش جديد. ايه بس كان خيار الرئيس، خليني كفي يعني قائد الجيش خيار رئيس الجمهورية. ما رح رد على السؤال، تفضل بدون ما تسألوا بفهم عليك عن طاير. رئيس الجمهورية كان قبل الوصاية السورية، كان رئيس الجمهورية رأيه هو الحاسم. قبل الطائف يعني. قبل الطائف. قبل الوصاية السورية. لأنه قبل الطائف كمان يعني كان بلش السوريين يتدخل، وضعوا يدهم على المخابرات، وضعوا يدهم على الجيش، وبلش هون يدورهم ويصير أساسي، لأنه كان هممهم السوريين يمسكوا الأمن بلبنان ويمسكوا الأمن السياسي بلبنان. هلا وقت لجوا السوريين، رئيس جمهورية كان يمكن بعض الأحيان عنده تمني يعين غير اللي تعين، إنما كان بالنتيجة يتفاهموا السوريين على شخص آخر، لأنه السوريين كانوا صعبين القرار. على بعد ما انتهينا من الوجود السوري، كان يفترض طبيعي انه رئيس الجمهوريه يصير هو الراي الاساسي بتعيين قائد الجيش. هلا دخل عليه عناصر جديده داخليه اللي هي مرتبطه اقليميا، وصار في نوع من التوافق على مين بدنا نعين، وهيك تعين رئيس ميشيل سليمان، وهيك تعين جان أهوجي الجنرال أهوجي. هلا اليوم بالنسبه لليوم، انا برايي رئيس الجمهوريه نعين قائد جيش اللي هو بده يتولى مسؤوليه البلد العسكريه بغياب رئيس جمهورية، أنا بعتبرها هيدي إضعاف لموقع رئيس جمهورية وتجاهل لوجوده، وبالتالي إسقاط لدور رئيس جمهورية بترجيح كفة ضابط معين بيعتبر حسب المعلومات اللي بيجمعها هو الأكفاء. وأنا برأيي ولا مرة صارت أنه إجوا على مجلس وزراء وطرحوا أسماء مشان تعيين قيادة الجيش. إيه بس كانوا يجوا على مجلس وزراء بيطرحوا اسم واحد يكون في توافق عليه، مجلس وزراء يقروا. بس دور رئيس جمهورية أساسي فيه. إيه بس هون يا شيخ بطرس بدي حسب الدستور، يعني حسب على الدستور. على شو بنص الدستور؟ طبعا أكيد الدستور ما بنص إنه نجي متفقين على اسم واحد. قرار لمجلس وزراء بأكثرية الثلثين. أوكي، قرار لمجلس وزراء بأكثرية الثلثين، بس بنص بحضور رئيس الجمهورية ولا لا؟ طب شغله بتلاقي اكيد بحضور رئيس الجمهوريه. ايه بس لا، ما بينص بحضور، ما بينص، بس رئيس الجمهوريه يعني ما بينص بس الدستور. لا 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 تفهم شوي، رئيس الجمهوريه بيقول رئيس الجمهوريه يرأس رئيس يترأس الجلسات ساعة يشاء. ما بعتقد رئيس الجمهوريه، اي رئيس جمهوريه رح يغيب اذا في تحديد جيش، يعني معلش خلينا نقول هيك. بس سؤالي، نغيب رئيس الجمهوريه ونعين قائد جيش بلا، هيدي بعتقد انا هرطه، وهذا ضرب لموقع رئيس الجمهوريه. ليك انا عم بحكي لك لبناني اكيد، وأنا بالنسبة لي لبنان هو ملاذي الأول والأخير لألي ولأولادي، إلا أنا كمان ما فين أنسى أني أنا مسيحي ومروني. أنا بدي لك من هلأ، إذا تعين قائد جيش بغياب رئيس جمهورية، أنا أقول لك رئيس جمهورية صارت مشي بلبنان، تبين بالأزم اللي صارت أهمية رئيس جمهورية، مش بالصلاحيات الدستورية العملية، بالقوة المعنوية لرئيس جمهورية بضبط إيقاع العمل السياسي في لبنان. رئيس جمهورية بيجي على مجلس وزراء بيكون عمل اتصالاته، ما بيعود يطرح مين بياخذ الثلث والثلثين، بيجي على مجلس وزراء باسم بيكون صار في توافق عليه، وهو موجه
هذا الخيار هو موجه لأنه هو رأس السلطة ويجي على رئيس الجمهورية بيقولوا فلان بدنا رئيس قائد جيش. اليوم أولا تجاهل وجود رئيس الجمهورية بس هذا مش واجب أنه يصير هيك. أنا ما قلت هيك بس أنا أقول يعني كيف تندار الدولة. أنا ما بس أنه بس إذا بدنا نطبق الدستور أنه مش غلط يصير في أسماء ويصير في تصويت. بس أنا يعني هذه منا إهانة لموقع قائد الجيش. هذا بيسيء للجيش ويسيء لضباط الجيش أنه نختار بين هذا وهذا وهذا بهذا الشكل على هاي العملية السياسية عم نحكي كيف تندار الدول. الدول ما بتنام تدليني على دولة بيترشحوا فيها على قيادة الجيش وبيختاروا بين 3 و4 هلأ بدون ترشيح في ضباط معروفين مؤهلين بيصير توافق مين المناسب للظرف أكثر من غيره بيجي على مجلس وزراء. مش بنجيب أسماء على مجلس وزراء لا بس بعدين قضية تانية مش عم توقف عندها أنه حبيبي أنه لا بد رئيس جمهورية ما له رأي أنه ما في رئيس جمهورية ما له رأي أنه منعين قائد جيش بلبنان اللي هو أهم مركز أمني وعسكري وفي ضماني وطمأنينة المسيحيين بغياب رئيس الجمهورية. لا أنا هاي اللي عم بقولها وهي اللي لازم توقف عندها. ما حدا يستخف بالقصة بعدين معلش إذا هالمرة صارت بتصير كل مرة وأنا بعتبر إني ما فيني غيب رأي رئيس الجمهورية بتعيينات بهذه الأهمية ولا سيما بقيادة الجيش. مش هيك أنا عم بقول اللي حريص على قيادة الجيش وعلى الجيش يتفضل يروح يسهل انتخاب رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية يكون له دور بانتخاب رئيس. خلينا نوصل لرئاسة الجمهورية. ألا يحق للمسيحيين بإيصال من يمثلهم أو بإيصال الأكثر تمثيلا بينهم لرئاسة الجمهورية؟ وين الغلط بهالمعادلة؟ أنا ما عم بقول بحق لهم بس المهم يكون في بالوطن يكون في قبول لهذا الخيار. في طبعا تطرح أسماء بتلاقي إنها بتنفر ناس وما بتنفر ناس. رئيس الجمهورية بلبنان أو بتنزل تعمل انتخابات في مجلس النواب وبالتالي اللي بياخد الأكثرية المطلوبة دستوريا ينتخب أو إنه بيصير توافق على شخص بيكون مقبول من كل الناس. العماد عون من حقه يترشح ومن حقه ينتخب بس ما في موافقة عليه. يعني في موافقة مسيحية أو الأكثرية المسيحية إذا اعتبرنا إنه تفاهم مع راب تفاهم التيار والقوات بشكل أكثرية عن المسيحيين شئنا أم أبينا. هذا تفاهم مسيحي عليه أو الأكثرية المسيحية. عندك الأكثرية الشيعية هو مرشح حزب الله. عندك النائب وليد جنبلاط لا يمانع بقول أنا ما بهمني الاسم بهمني يصير في رئيس الجمهورية. بضل عنا تيار المستقبل. خليني أسأل سؤال أبو المعروف. إذا بدنا نطبق هالقاعدة على كل المراكز الرسمية بالدولة تعرف شو بيصير عنا بلبنان؟ شو بيصير؟ بيصير عنا كل طائفة تنتخب رئيس السلطة. ما هذا اللي عم بيصير؟ يعني فيك تنتبه لا فيك لا تنتخب لا غير لا الرئيس لا بري لا رئيس لمجلس النواب؟ لا عم فيني انتخب رئيس بري. لا عم نهار ما صار له 30 سنة نهار بيصير في حفلة رفض للرئيس بري من قبل فريق معين من الناس ما فيك تنتخبه والرئيس بري ما بيترشح. خلينا نتفهم نحن بهذا البلد شيخ بطرس هذا يعني هالحكي اذا بيتطبق بلبنان بيكون عال بس عم بيتطبق من 25 سنه لليوم يعني يوم اللي اجى رئيس حكومه غير سعد الحريري قامت القيامه بالشارع اعتبروا انه لا ما بيمثل رئاسته بس اجى فرح يعملوه بس اجى رئيس حكومي وحكم سنتين ونص. رئيس سلام بيمثل اكثر سنين اليوم بس رئيس بري مع احترامي لحركة أمل واتساع امتداده الشعبي هل انه بيمثل الأكثرية الشيعية بكاملها؟ لا خلينا نحكي الأمور مثل هي ما في خيار الثنائي الشيعي على صفي توافق عليه وهذا أمر جيد. أنا ما عم بقول العكس بس عم بقول ما فينا نكرس هذه القاعدة لأنه إذا كرسنا هذه القاعدة بصير رئيس جمهورية المسيحيين مش رئيس جمهورية لبنان بصير رئيس مجلس وزراء السنة مش رئيس وزراء لبنان وكمان رئيس المجلس ما هي يعني معلش خلينا الأمور ما ننسى إنه هذا البلد بيجمعنا كلنا سوا من كل الطوائف وإنه البلد يتولوا الحكم بهذا البلد أكيد ناس لازم يكون لهم صفة تمثيلية بس ما فينا نكرس قاعدة إذا بتمثل أكثر مني كمي شامون كان يمثل أكثر بسلام فرنجي ولا سليمان أكثر الله يرحمه ريمو إدي بيير جميل ليش بوقت انتخب سليمان فرنجي لأنه صار توافق عليه بس توافق من كل الناس صائب سلام بوقت خاض معركته كامل الأسعد خاض معركته بسليمان فرنجي الله يرحمه كلهم هلا ماتوا. ما فينا نمارس القاعدة لأنه نحن مسيحيا بس الأكثرية المسيحية الموجودة اليوم هي بتفضل ميشيل عون وعم ترشح ميشيل عون صار ميشيل عون مفروض على كل اللبنانية الأخ أنا شخصيا مش مع ميشيل عون. إيه بس المشكلة إنه باقي الرئاسات وهذا المنطق العوني لا. إنه باقي الرئاسات يطبق عليها هذا صحيح. الأمر مش صحيح. فلماذا التوافق. لا يتم تطبيق هذا الأمر لو على الرئاسة المارونية أو لو المسيحية لو تم التوافق على تمام سلام تيعمل رئيس حكومي ورشحه تيار المستقبل بمثل الأكثرية السنية وما وافق عليه المسيحيين كان مشي
خلي اسأل السؤال، كان عامل رئيس حكومة؟ ما بعرف. لا أنا بقول لك لا، أنا بقول لك لا، شو هالحكي هذا؟ البلد هذا أو بدنا نشتغل مع بعضنا ونتعاون بهالبلد أو كل واحد بده يعمل متريس بوجه الثاني. عم ينحكى إنه في رهان على إنه الرئيس سعد الحريري ممكن يعني بعد هالإجازة، لأنه هو بإجازة برا، ممكن يكون في تطور بموقفه من رئاسة الجمهورية بناءً على حوار عم بتم بين التيار الوطني الحر وبين تيار المستقبل من خلال غطاس خوري، نادر الحريري، الوزير المشنوق، وإلى يعني عم ينحكى هذا الجو. هل عندك أجواء إلى علاقة بهذا الأمر؟ ما عندي معلومات حول الأمر. أنا المعلومات اللي عندي إنه هذا الموضوع بحث في إحدى الجلسات الأخيرة لتيار المستقبل، وكان موضوع جدل كبير، والأكثرية الساحقة المستقبل في ضد هذا التوجه. لأنه الرئيس الحريري حسب معلوماتي طبعاً، وما عندي معلومات دقيقة، بس المعلومات اللي توفر عندي إنه طرح الاحتمالات الموجودة، أحدها كان التوجه كان طبعا معارضة كاملة، كان القرار يروح باتجاه تاني ويستمر في التفتيش على رئيس جمهورية بديل. ليش الرئيس الحريري وكأنه زاح عن المشهد وأخذ إجازة مباشرة بعد كلام يلي قاله السيد حسن نصر الله حول موضوع وما وصف وكأنه مبادرة أو مد اليد يعني عن موضوع رئاسة الحكومة؟ هذا الكلام فسر عند فريق كبير من اللبنانيين أنه السيد حسن نصر الله عم بيعين رئيس حكومة لبنان، وبالتالي انت بتعرف شو حساسياتها هيدي. ايه بس يعني حيروا للزلمه يعني اذا مد اليد بيقولوا عنه كانه عبعي، واذا سكر البواب انه عم بده شو عم يعمل. خليني اشرح وجهه نظر اللي اعترضوا. قالوا مد اليد شيء واعلان انه منوافق عليك شيء ثاني تتعمل رئيس حكومه، واذا ما وافقنا بتعمل فرق كبير بين اثنين. معلش ما هيدا الكلام اللي عم بقوله اللي بيتعلق بغير السيد حسن، بيتعلق فيي، بيتعلق بالسيد حسن، بيتعلق بكل الناس. نحن بلبنان اذا ما بدنا نتصرف على اساس البلد لنا كلنا، والواف ما حدا في يعيش لحاله بالبلد على حساب الاخرين، ولا حدا في يغلب حدا، ولا حدا في يزيل حدا، ولا حدا في همش حدا. اذا هودي نزلناهم من قاموسنا السياسي راح البلد، هذا البلد قام لانه هيك. نهار بدنا نغير قواعد خيام يعني أسس البلد، بهر البلد نفهم الشيء. حيش بقى كل واحد عنده شهوة وعنده طموح وطالع بباله موال بده يغنيه على حساب البلد بده يغنيه. خلينا نفكر يا عمي كيف أولادنا بده يعيشوا بهالبلد، خلينا نطلع حوالينا شو صاير يا عمي. هذا البلد ما بيستمر إلا إذا ضلينا متعاونين كلنا سوا وقبلنا بعضنا كلنا سوا وحاولنا نلاقي ما يمكن أن نتفق عليه، مش نختلف على الأمور وتضل مختلفين مثل ما صرنا من سنتين ونص لهلا. هل الحركة الرئاسية اليوم معدومة؟ إيه، خلينا أقول على الأقل موجودة بطريق مغلق، بديدلوك. هل بدأ البحث بأسماء جديدة؟ هلا بالكواليس ما توقف البحث، تحت الطاولة فوق الطاولة، لا يعني غير العماد عون والوزير السامي الفرنسي ما توقف البحث بهالأمور الحقيقة. وأنا بعتبر من لازم البحث بأفكار جديدة بأسماء جديدة. يعني حضرتك بتعتبر أنه خلص أقفل الباب بوجه وصول ميشيل عون أو سليمان الفرنسي إلى بعبدة؟ انتظرنا سنتين ونص تيصير في توافق على ميشيل عون، ما صار توافق عون شلعون. يعني بعتقد أنه سنتين ونص كافيين نوقف البلد بانتظار. بس هلأ في موجة تفاؤل عند البعض أنه قد يغير الموجة، يعني قد يصبح هناك موجة يعني التفاؤل لم تتوقف عند هذا البعض وستستمر عند هذا البعض. لو ضلينا بلا رئيس جمهورية كذا سنة ما على شيء. فأنا خليني بهذا الموضوع أقول، إذا البلد ضلينا نتعاطى معه هيك ما بنعرف أي نهار بنفتح عينينا على البلد نهار. ما نلعب هاللعبة، خطيرة اللعبة، عم نعرض مستقبل لبنان ووجود لبنان للزوال. ليك شو عم بيصير يا عم، العالم عم يتغير، الخريطة عم تتغير، دول صغيرة مثل لبنان لو ما في توافق دولي انه ما لنا مصلحه بانفجار لبنان كان انفجر، كان الله يستر. لو ما كان انفجار لبنان يؤدي الى ازمه دوليه كبيره تطال اوروبا بالاول وبالتالي العالم الكامل، انا عم بقول لك كان لبنان انفجر. معلش حش بقى متكلين على غيرنا، خلينا نرجع نسترد المبادره كلبنانيين، خلينا نقرر شو بدنا نعمل بلدنا، خلينا نرجع نحاول نحافظ على بلدنا. وبلدنا اهم منك ومني ومن كل الناس يا عمي، حش كل واحد يتطاول ويعتبر حاله اهم من البلد، وانه اذا مش موجود ما في بلد وما عايش البلد. يا خي مثل ما قلت لك ساعة، البلد قبلك وقبلي وراح يضل بعدك وبعد ان شاء الله. بس حكيت لي عن الجنرال عون الوزير الفرنجية شو بو؟ لا لما سالتك انه صار في هل اقفل برايك انه الحظوظ؟ انا برايي البعض لحد هلا ما انحسن بايرتجي، بعض الاسمين معلقين الحقيقه. وانا برايي الرئيس الوزير الفرنجي كان مفترض حسب اللي راقبته انا وتابعته انه تنقطف نتيجه ترشيحه بسرعه. العقبات طلعت بوجهه طبعا شكلت عقبات رئيسيه. هل انه سقط هذا الطرح ما سقط نهائيا ما بقدر احدد، بس انا عم بقول لك بهذا الجو المأزوم في صعوبات صار
وواحد يرفض. بطلت القصة مثل ما كان متصور سعد الحريري عندما أخذ مبادرته. أنا بعتبر عمل انعطاف كتير كبير وقت راح لاختيار أحد مرشحي 8 أدار أحد مرشحي حزب الله. يعني مرات وقت اختار سليمان فرنجي عمل انعطاف كتير كبير، كان متصور أنه هذا الانعطاف ماشي، لأنه ما مشي وطلعت عقباته. مين مشي ضده؟ مشي ضده حزب الله ومشي العام لأن حلفائه، وهذا سبب طبعا أساسي بأنه جعل من هذا الأمر صعب. أنا ما قلت مستحيل بس صعب، ما عاد بالسهولة اللي كانوا متصورينها وقت طرح. رح بتابع معك شيخ بطرس حردة نحكي عن موضوع الانتخابات النيابية، قانون الانتخاب، عن موضوع جلسات الحوار يلي صارت والجلسة المفترضة بخمسة أيلول مباشرة من بعد ما نتوقف مع فاصل إعلاني، ثم أتابع اللقاء معك مباشرة من الحزمية. منتبه الحديث مع معالي الوزير بطرس حرب. قلنا بدنا نحكي بهذا المحور عن موضوع استحقاقات شهر أيلول، عن موضوع الانتخابات النيابية، قانون الانتخاب، الحوار وإلى ما هنالك. ليش كل الأجواء بتقول إنه أيلول شهر مفصلي؟ يعني وكأنه إذا صار في تطور إيجابي بأيلول مش الحال، إذا لا مدري لما رايحين على الخراب. هل لهالدرجة الصورة هالقد مفصلية؟ ما في شك في الاستحقاقات اللي صايرة بأيلول كبيرة، يعني مثل موضوع استحقاقات الجيش قصة أساسية كبيرة. موضوع الحوار عم يطرح هلا لعل فينا نلاقي مخارج او نلاقي حلول كبيرة. موضوع الموازنة كبير، موضوع دور مجلس النواب استعادة دوره او لا كبير، يعني موضوع معرفة مصير انتخابات الرئاسي طبعا التي صار لها سنتين ونص من الرئيس. مش بس غريب 5 ايلول جلسة جديدة للحوار عند الرئيس بري، وشفنا انه الثلاثية الايام الثلاثة شو طلع منها؟ طلع منها مجلس الشيوخ. ما طلعت فكرة. لا ايه يعني فتنا بنفق جديد، وانه مجلس الشيوخ رح بيكون برئاسة أرثوذكسي ولا درزي، يعني بلش من هلا عم يحكي من جملة المشاكل وجهها اكيد. ايه شو نقصنا يعني مشكل جديد؟ شو رأيك بقصة طرح مجلس الشيوخ بهالتوقيت بالذات؟ خليني بس اولا اعمل مقدمة صغيرة. خليني اقول انه الرئيس بري لانه البلد وصل لأزمة كبيرة، ما عم تهدد النظام، عم تروح أبعد من النظام، قال لعل منلاقي شيء يقدر يعطينا شوية وقت، وفتح باب الحوار. فتح باب الحوار انطلاقا من تجربة 2007-2008 اللي هي بوقتها أدت لانتخاب الرئيس مشير سليمان، وجاء على الطاولة طرح جدول أعمال للحوار بدءا برئيس الجمهورية. بالطاولة صار في موقفين، موقف بيقول تعالوا نتفاهم مع قانون انتخابات وما بعرف شو وما بعرف شو لمركزية، وبعدين رئيس الجمهورية بنتيجته، وموقف تاني بيقول نقرر رئيس الجمهورية وبعد نحكي باللبنان، وما بيمنع نحكي باللبنان بس رئيس الجمهورية بالأول، وضل هذا الصراع قائم مدة طويلة. وقت دعينا إلى 3 أيام الثلاثية، وقتها بناء الاقتراح سامي جميل قال ليش ما نعمل خلوي؟ الحقيقة أنا بوقتها قلت ما نعمل خلوي ونطلع بنا نتيجة بنعمل صدمة للبنانيين سلبية، خلينا نعمل اجتماعات مكثفة لعل بيطلع شيء. من المؤسف انه كان طبعا هذا الوقت الرئيس بري براهن على شو؟ انه يطلع تطور جديد، وانه هذا الوقت نكون كسبناه ونكون حافظنا على الحوار بين الناس، فاذا وجد حل نروح عليه بدون تعب. وهذا الحقيقة نتيجة الحوار. بخمسة ايلول شو بتتوقع؟ بخمسة ايلول الحقيقة اخر شيء توصلنا انه تعالوا نبحث بموضوع مجلس الشورى. خليني خليني بس تحكي بموضوع. اتفاق الطائف قال عندما ينتخب مجلس النيابي مجلس نواب على اساس وطني انا ذاك يصار الى انشاء مجلس شيوخ ينتخب على اساس طائفي ومذهبي. فما صار هذا كان على بالنا بده يصير في هيئه وطنيه لالغاء الطائفيه، تقدم اقتراحات نطور البلد، نروح لالغاء الطائفيه، وبالتالي هذا اهلنا نروح لهالشغل. هلا رحنا باتجاه المعاكس، بدل ما نروح لالغاء الطائفيه وقت عملنا الطائف ما كان في احزاب دينيه، هلا صار في احزاب، حزب الله حزب ديني شئت أما بيت، ما كان موجود شيء اسمه الدين، رجل ديني بيطلع بيحكي سياسي، كان البترك إذا حكى له شي كلمة أنا زيك موقف وطني هيك كل 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 شهرين ثلاثة أربعة يطلع له شغلة، بس ما كان في تعاطي يومي. هلا لا تغير، رجعنا الخلف بقصة الظهور المظهر الطائفي والمذهبي، رجعنا الخلف. طيب كيف وجدنا بهالحالة؟ إجا الرئيس بري الحقيقة هو الأول من طرحها سعد الحريري. طرح بوقتها إنه تعال ننشئ مجلس شيوخ ونحافظ على 50-50 بمجلس النواب ونعمل مجلس شيوخ لعل بيطمئنوا الطوائف انه حقوقهم محفوظه بمجلس قادر
هذا المجلس من خلال تمثيله فيه انه كل شيء بمس وجوده ودوره السياسي يبحث ب انه لا بيكون هذا ضابط ضمانه يمنع يوصلوا اهل المجلس. والفكره كانت جيده الحقيقه. انا تلقفت بالتلاه ليه؟ لانه فيها تغيير للتوجه. التوجه كان بالطائف انه من بعد ما نلغي هيدا اللي بنعمل الغاء الطائفيه بنروح باتجاه مرشيو. هلا عم بينقال قبل ما نلغي طاوله نعمل مرشيو. انا برايي مش عاطله الفكره. مش هيك انا وافقت عليها واعتبرت شغلي جيده وبتطمئن المسيحيين اكثر وبتطمئن كل الطوائف بتطمئن الدروز وبتطمئن المسيحيين. بس هل ممكن تصير بهالتوقيت؟ كيف بدها تصير في رئيس جمهوريه سؤالي. مش متفقين على قانون انتخابات الحكومه رح تفرض؟ هذه بدها تعديل دستور وهيدي بدها بحث عميق وهذا شيء كتير كبير واساسي بتركيبة البلد. يعني فإذا هذه لهوة وهيدي لا مش بهالمرحلة هيدي يعني تعالوا نلتهي بموضوع الشو ترى مش قادرين نعمل شيء. خلينا نقول هذا كسب وقت بانتظار توافق سياسي لأنه هاي الطاولة شو ما عملت إذا ما تفهمنا على رئيس الجمهورية ما عملت شيء. شي. خلينا نكون واقعيين يعني. خليني أتوقف مع روبورتاج بنحكي فيه عن موضوع يعني أزمة حكم، أزمة نظام، أزمة بلد يما وشو مسار الأمور شو ممكن يواجهنا فيما لو استمر الشهور الرئاسي وصار في موعد دستوري لإجراء انتخابات النيابية فيما لو لم يتم إقرار قانون انتخابي. هاي المشكلة الأكبر. هاي المشكلة الأكبر. خلينا نشوف هالروبورتاج ونرجع منتابع الحديث معك عن هالأمور تحديدا. ملعون منا كل واحد بيحاول يقتلعنا من الحكومة بعقد جلسات غير نسائية لإلها. إعادة إنتاج للأزمة هي حال بنية النظام اللبناني الذي اضطرب على خلفية التعيينات الأمنية. فالعقدة على ما يبدو تخطت الحكومة ليطرح السؤال عن مصير الاستحقاقات الدستورية القادمة ومستقبل الصيغة اللبنانية. في شيء أنا بخوفني أنه نوصل على انتخابات نيابية يلي الكل ما حدا رح ياخد مسؤولية ولا حدا رح يتحمل مسؤولية طلب تأجيلها أو تسويق تأجيلها. المفارقة أنه إذا صارت هذه الانتخابات شو رح ينتج عنا؟ رح ينتج عنا حكما فراغ بالسلطة التنفيذية. ما عنا رئيس جمهورية، ما عنا مجلس وزراء، لأنه حكما تكون الحكومة بحكم المستقيلة. مجلس النواب سيكون مشلول بحكم شلل الحكومة وبحكم يعني وجوده كونه هيئة ناخبة لرئيس الجمهورية. صرنا قدام مؤسسة دستورية مشلولة وقدام سلطة تنفيذية مشلولة. ما بعرف كيف تنحل. هل تحل بمؤتمر تأسيسي؟ إذا حلت بمؤتمر تأسيسي ما بيظل وجود النازحين السوريين، هل سيكون وراء الضغط؟ هل سيطالب بعض الأفرقاء بإعطائهم صلاحيات إضافية بالدولة من خلال الدستور لحتى بوقت سلم أو وقت يتخلى عن سلاحه بده يكون في عنده قدرة دستورية تحفظ له يلي دفعه يلي بيقول انه تكبده يلي الى اخره؟ معالي الوزير، هل نحن بأزمة نظام، بأزمة حكم، بأزمة وطن، بمرحلة قد تؤدي الى تغيير النظام؟ يعني سمعنا روبورتاج، سمعنا الاستاذ ربيع الهبر شو عم يطرح مخاوف او هواجس او نقاط معينة. هل نحن آدمين على واقع هالقد خطير؟ خليني بحاول أكون كتير موضوعي باللي يقولوا. طبعا نحن في أزمة نظام، لأنه أزمة نظام هيدي عم تخفي أزمة وطن. لأنه الأوطان بتقوم شو؟ أنه مجموعة بشر عايشة على أرض وحدة قررت أنه تعيش مع بعضها على أساس تبني تحافظ على مجتمع بتجمعهم فيها تقاليد مشتركة وثقافات مشتركة وأهداف مشتركة. إذا استمر الوضع على ما هو عليها وكلهم قلتوا راحوا، كل واحد بده شيء بيختلف عن الثاني، ما عاد تجمعنا أهداف مشتركة، ثقافات ما عاد تهتد. اليوم في ثقافات متناقضة بالمجتمع اللبناني، في ثقافات مغلقة وفي ثقافات منفتحة، في ثقافات إذا بتدرس لهم الخارطة اللبنانية على صعيد المهرجانات بتلاقي الفرق من السماء للأرض، إنه في شيء اختلف. بطل لبنان هو لحاله، صار مثل مهرجانات بعلبك استثناء
انه كيف عم تصير بقلبك، انه ثقافه الفرح والى اخره بقلبك شغله استثنائيه. وانا بدي احيي هون كل اللي قاموا بهالمهرجانات واللي حقيقه زرعوا الفرح بارض الثانيه. مع انه كانت مهرجانات بقلبك جدا ممتازه وكانت ناجحه، حسيت في جهد انعمل فيهم يطلعوا وينزلوا والامن مستتب وكل شيء تمام. في جهد انعمل من قبل كل الناس، الاهل بصوره اساسيه اللي هن رادوا انه يصير، القوى العسكريه والامنيه، وطبعا المشرفين اللي ملكوا الشجاعه تعملوها. شغله مهمه هيدي. بس انا بدي اقوله بس حتى طلعت اصوات تانية، يعني مثلا بصيدا صار في اصوات ترفض الغناء مثلا اذا في مهرجانات صيدا، وبطرابلس كمان صار في اصوات، يعني هيدي كمان شغله. هذا اللي عم بقوله بالتمام، هذا اللي عم بقوله انه صار عندنا مجتمعات عم تحاول تعمل انغلاق عن البقيه. صار المجتمع بطل في عنده تقاليد وثقافه واحده، وهذا اخطر ما يكون، بيهدد الوطن. هلا بالاضافه لهذا صار في عندنا خلافات على صعيد السلطه. كل واحد نيته شيء بالسلطة بتختلف عن نية الآخرين، صار في تسابع على السلطة، صار التسابع على السلطة أهم من المحافظة على الوطن. إنه مين بيحكم هذا الوطن أهم من الوطن. وهذا الكارثي والخطر اللي بيهدد لبنان. مشان هيك أنا عم بقول، وهون بدي سجل شيء معلش رح أقوله ولو إنه يعني بيزعجني أقوله. من مدي طلعت هيك، صار مثل ما بيقولوا خطاب مشترك، انه مستحيل يتمدد لمجلس النواب، بيصير في ثوره بالبلد وما بعرف شو. من مدي قريبي بلش نسمع كلام جديد اللي سمعناه هلا من ربيع الهبر اللي عم بيقول امبارح سمعته من الوزير زياد ضرور بحيين اثنيناته، اللي بيقول انه طيب اذا عملنا انتخابات نيابيه بلا رئيس جمهوريه كيف بدنا نشكل السلطه؟ كيف بدنا نعمل رئيس جمهوريه؟ اي حكومه بتعمل استشارات، اي رئيس جمهوريه بيعمل استشارات، بتطير النظام. واللي هو بيودينا الاخطر من هيك، انه نحكي بدور التاسيس. طيب خلينا نحط سيناريوهات. تفضل. اذا وصلنا لايار او لنيسان وما عندنا كان رئيس جمهوريه، استمر الشغور الرئاسي وصار في استحقاق اجراء الانتخابات النيابيه اللي عم بيصر وزير الداخليه باجراءها بموعدها، وعم بيصير وعم بيقولوا انه ما بقى فيها نهرب من اجراء الانتخابات خاصه بعد اجراء الانتخابات البلديه. وانا من هذا الراي. اوكي، شو ممكن يصير اذا ما في رئيس جمهوريه وصار انتخابات نيابيه؟ شو السيناريو اللي ممكن يصير؟ لفتني تصريح قاله الوزير ابو صعب بيقول ما يلي. طبعا الانتخابات بدنا اياها تصير، طبعا مش حرفيا بس مضمون الكلمه، وانه لازم يتغير انه الانتخابات ونعمل الانتخابات على اساسها، ولانه اذا ما تغير انه الانتخابات ما في رئيس جمهوريه. يعني بمعنى آخر، إذا صارت الانتخابات على أساس أنه الستين، أنه الستين بنظره لن يفرز أكثرية ساحقة تلتين تفرض رئيس جمهورية تقريبا نفس الطبقة طبعاً، يعني نفس العدد. بس أنا بدي أطمن وروح بعد هناك معلش، مع تأكيدي على أنه بيصير في تغيير بالحياة، ببعض بقسم من الحياة السياسية بلبنان بنتيجة قانون جديد بيطلع نسبي أو غير نسبي، إلا إذا حدا واهم نفسه انه بده يصير هذا القانون يؤدي انه في كتله نيابيه من ثلثين مجلس نواب تتشكل بنتيجه الانتخابات، بكون عم بغش نورش حاله، بكون ما بيعرف بالسياسه. مشان هيك انا عم بقول يا اخي، ما حدا قادر يضمن انه الانتخابات بتؤدي الى وجود كتله من ثلثين مجلس نواب تنتخب رئيس جمهوريه، معناتها بدنا نرجع على مكاننا. سؤالي، وهذا بدي ارد على سؤالك، اذا اجرينا الانتخابات وما في رئيس جمهوريه، الدستور بيقول انه الحكومه تعتبر مستقيله عند بدء ولايه المجلس الجديد. اوكي. طيب، اذا سقطت الحكومه وما في رئيس جمهورية، مين بيشكل حكومة؟ ايه بس الحكومة بتصير حكومة تصريف عام، يعني مثل كأنه عم مثل اللي عم تدعيها هلا تعمله. مع الفارق اذا صار يعني مع الفارق عم تدعي يستقيل. مع الفارق انه انا عم بقول عم بدعيها تنتخب رئيس جمهورية، بس وقتها لا في رئيس جمهورية ولا في حكومة ولا في حدا يعمل استشارات، وعندنا مجلس جديد، وكيف بدنا نعمل مجلس جمهورية؟ بتسقط الجمهورية وقتها. ايه بس ولا في حكومة ولا في مجلس نواب ولا في رئيس جمهورية. بس المجلس الجديد قادر ينتخب رئيس جمهورية، بس بدك تأمن ظروف تختلف عن الظروف الحالية، وهذا مش متوفر هلا. لأنه فينا نوفرها هلا قبل الانتخابات، ننتخب رئيس جمهورية، رئيس جمهورية يشرف على وضع قانون انتخابات جديد، وبالتالي يدعي لانتخابات جديدة. الرهان على شو هلا؟ الرهان على انه من يعطل انتخابات الرئاسي يفرج عن هالانتخابات، وبركي لم يتم الافراج عنها لا محليا ولا برا. قادمين على مشكله كبيره، هي بتتلخص باللي قاله ربيع هبر هلا، شغله من شغلتين، اما بنجري الانتخابات بنروح نحو المجهول لانه ما في رئيس جمهوريه وممكن الجمهوريه تسقط، بنروح على المؤتمر التاسيسي، او انه غصبا عن كل من يعترض على تمديد مجلس النواب لتفادي تلك القصه بده يضطر يمدد مجلس النواب، والحالتين كارثيه. الحاله المنقذه الوحيده
انه ننتخب رئيس جمهوريه وتصير ونذهب الى كل هذه ونذهب الى قانون انتخابات جديد وبالتالي نعمل قانون بنعمل مجلس نواب جديد وبالتالي نشكل حكومه جديده لانه رئيس جمهوريه جديد بده يجي اول شغله بده يعملها بده يشكل حكومه. نعم بيعملها الحكومه لانه بيستشير مجلس النواب الموجود. من بعد ما يستشير مجلس النواب بيشكل حكومه الحكومه الجديده تعمل قانون انتخابات تدعي للانتخابات. برايك بلحقوا يعملوا قانون انتخاب جديد هلا اذا انتخبنا رئيس جمهوريه؟ لا غير قصه انتخاب يعني هلا حتى هلا ما في بحث بقانون حتى هلا ما في شيء ببشر بالخير لانه صار لهم كذا سنة عم بيشتغلوا على أساس يتفقوا على قانون مش عم بيتفقوا وعم بينطرح إنه زاروا على مجلس نواب وصوتوا بين القوانين الموجودة القوانين الموجودة في أفريقا رافضينها من هون ومن هون بالمطلق مش هيك مش عم ينزلوا على مجلس نواب. الحقيقة في أزمة ما بيحلها جديا إلا انتخاب رئيس لأنه بنرجع نفوت بجو جديد بعهد جديد بمفهوم جديد بتوجه جديد إن ننجح العهد الجديد بيطلع في رئيس. بعد الفاصل الإعلاني مباشرة رح ننتقل من السياسة إلى وزارة الاتصالات. هالأسبوع كان في جلسة للجنة الإعلام والاتصالات النيابية كل أسبوع رح يكون في شيء جديد كل أسبوع كل أسبوع رح نحكي أكثر بعد الفاصل الإعلاني عن ملف الاتصالات وكل تعقيدات الأمور اللي علاقة بالإنترنت غير الشرعي بالتخابر الدولي غير الشرعي وكل هذه الأمور بعد الفاصل الإعلاني. ونتابع حوارنا مع وزير الاتصالات الشيخ بطرس حرب. بدي فوت بموضوع وزارة الاتصالات. خليني أبدأ بموضوع الانترنت غير الشرعي اللي طبعا هو العنوان البارز والعنوان الطاغي ويلي صارنا كذا شهر متأملين نوصل لنتيجة سريعة فيه وبعده ما وصلنا لنتيجة حاسمة. هالأسبوع كان في جلسة للجنة الإعلام والاتصالات النيابية بوجودك طبعا وكان في مؤتمر صحفي بعدين حكيته فيه. خليني اسال بدايه السؤال البديهي، ليش بملف الانترنت غير الشرعي والملفات المتشعبه عنه ليش فيها المماطله؟ ليش فيها التاخير ببت الامور؟ ليش القصه منحسها كانه رح تنام ورح تنطوي واذ بصير في اجتماع للجنه الاعلام والاتصالات بيرجع شوي بتتحمس الامور؟ مين المسؤول؟ خليني هذا موضوع الناس يعني طلعنا منه لأنه بدي أقول أنا بدي أقل هناك ملاحظة أولية. بتأسف أقول أنه وقت اللي بتواجه أصحاب النفوذ وعندهم الإمكانات الإعلامية والسياسية أنت بتتحول من أنك أنت إنسان عم تعمل واجباتك وتطبق القانون إلى إنسان أنت عم تخطئ لمتهم وعلى متهم. وقت اكتشفنا الإنترنت غير الشرعي اكتشفتها بناء على شكوى إجتة. طبعا انا وجبتي كوزير حولت شكوى للنيابه العامه، طلبت النيابه العامه هي تتابع الموضوع لانه مش شغلتي. وطبعا وضعت فريق بوزارتي بتصرف النيابه العامه اللي بيمشي بامره وشو بيقرر. طلع بالنتيجه اكتشفنا شبكه طويله عريضه والغريب بالموضوع وهذا اللي لازم الناس تعرفه انه في قسم من اللي هن عاملين هذه الشبكه هن ذاتهم اللي كانوا عاملين الشبكه مع اسرائيل سنه 2009 واللي جرت محاكمتهم بالمحكمه العسكريه وبالتالي صدرت أحكام بالسجن بحقهم ومن ثم لسبب ما بعرفه ولسبب أنا كمحامي بستغربه تحول عملية التعامل عبر الإنترنت غير الشرعي مع إسرائيل مع تل أبيب بالذات أو مع حيفا تحول من جريمة بهذا الشكل إلى جريمة سموها آنذاك وصدر الحكم فيها مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل. هيدي بدأ 2009 2009 ليش صار هيك برأيك؟ الحقيقة ليش صار هيك؟ بدك تسأل شو الظروف اللي أحاطت ليش صار هيك؟ بدك تسأل المسؤولين أنا ذاك بس أنت كنت يعني أنت كنت بمجلس النواب نعم نعم موجود بس أنا الموضوع طبعا أنا دوري كدائب أني براقب عمل السلطة التنفيذية مش عمل القضاء، القضاء هو بيسبر بس أنا برأيي أنا ذاك بال 2009 برأيي صار في تسوية ما سمحت بأنه القصة هيك تنعمل قصة بسيطة وكأنه مخالفة سير أو واحد ضرب واحد كسر له إجره بالسيارة هو ماشي لأنه الأحكام اللي طلعت هيك مش أكتر. ومن ثم الأخطر أنه في أحد الموظفين آنذاك كان بالوزارة أعاد سلم الآلات المصادرة آنذاك للمدعى عليهم وبالتالي عندما كشف الأمر أعيدت الآلات من بعد ما تسلموها ومن ثم هو بقي بوظيفته. طيب ليش ما بنسمي الأشياء بأسمائها؟ يعني عم نسمي كان في واحد وطار صار لا في كذا لا لا يعني ليش ما بنسميهم باسماء؟ انا ما عندي اسماء بذهني بس بعرف انه في ناس كانوا معروفين على ذاك ومش انا ضد اللي بالاعلام اني نصب حالي مدعي عامه. انا بحكي مبادئ
أنا في ناس ارتكبوا هالجرم، أنا اللي عم بقوله بدون ما أسمي الأسماء ومعروف الناس. بس أنت خليني كفي خليني كفي أنا اللي عم بقوله إنه هون الناس زيتون، هن زيتون اكتشفناهم عم بيعملوا هلا قصة زيتون بالزعرور. دل ما تكون مع حيفا هلا صارت مع تركيا، مع قبرص قبرص الجهة الجانب التركي منها. أنا زي قلت هلا بآخر مجلس وزراء طلع علينا صرخة من أحد الوزراء اللي هن بيعتبروا حالهم اختصاصيين بالاتصالات وكانوا متوليين هذه الوزارة، انه هاي خبريه نظريه انه بنعمل انترنت من لبنان لتركيا، هاي نظريه مش موجوده فنيا ولا لقبرص فنيا ما بتركب. جبنا مستند طالع عن الشركه اللي هي ركبت الالات وطالع على الويب سايت تبعها بتقول نحن تمكننا فنيا من ايصال لبنان بقبرص بواسطه الانترنت غير الشرعي، البرود ماكس يعني شركه البرود ماكس اللي كان ما عندي اسمها بذهني ما عندي ذهني. المهم بالموضوع نحن وقت شفناها هيدي اجوا وقت صادروا الاليات اجا هؤلاء الناس اللي بيملكوا الاليات اعترفوا بوراء موجوده عندي بالوزاره والقضاء صار اعترفوا بملكيتهم هذه الاليات، اعترفوا انه بيملكوها. وين هن هؤلاء الناس؟ الناس بعده فالتين احرار محلين. ليش؟ السؤال مش عندي ايه بس يعني انت أنا كوزير وكمسؤول عن هذا الامر طرحت هذا السؤال بكل اللي جايين العمل بالمجلس. شو الجواب يكون؟ كان انه في عم نعمل تحيات نوجيين خليني كفي، واخر مؤتمر صحفي نعمل طرحت هذا السؤال، وانا بعدني هلا اليوم عم بقول السؤال زاد. انا ما عم بفهم ليش في ناس توقفوا وليش في ناس ما اجى صوبوا، لعلما اللي توقفوا يمكن اول مره، بس هؤلاء اللي ما توقفوا هؤلاء عم بيعملوا ما يسمى تكرار الجريمه، جرمهم بصير اكبر يعني. اللي بيعمل ريسيديف بصير اكبر جرمه. هي هذا سؤال كبير بطرحه بتصرف الراي العام، علما علما انه في بعض القضايا الاخرى في بعض القضايا فيها متهمين. هؤلاء المتهمين عندما طلبوهم تيعطوا افادتهم كمتهمين كمدعى عليهم أدلوا بما يسمى الدفوع الشكلية، لأنه رسول محاكمات جزائية بالصرايا، واللي أنا بقول هلأ ولازم من زمان عم بقول لازم نلغيها. صار في دفوع شغلية قدام قاضي التحقيق قدام الهيئة التهمية قدام محكمة التمييز بتاخذ لسنة تقدر تاخذ إفادته إذا بدك توقفه أو ما توقفه بنتيجة إفادته. بس السؤال وهذا أنا برسم القضاء السؤال. ليش بعض المتهمين أو المدعى عليهم أوقفوا قبل ما يعطوا دفوع شكلية أو يدلوا، وبعض الآخرين لم يوقفوا وفسحوا مجال إنه يدلوا بالدفوع الشكلي؟ هذا سؤال الحقيقة القضاء مش عارف. بس إذا ما نسمي بالأسماء يعني مثلاً توفيق حيسو مثلاً مش تم توقيفه؟ واحد توفيق حيسو واحد منهم يعني مش دون توفيق حيسو. بينما بالمقابل محطة الزعرور والتخابر الغير الشرعي بالستوديو فيزيون. هذا موضوع تاني. تخابر غير الشرعي موضوع تاني. رح نوصل طب. إيه. خلينا نضل بموضوع الإنترنت. يعني نعم. لما بتقول بالمؤتمر الصحفي تبعك إذا كان هناك من يحاول تغطية أي من هؤلاء فنحن سنكشف عنهم ونقول للرأي العام لماذا التحقيق لم يتوصل الى محاسبته. عم بقول للراي العام هذا الكلام قلنا ليه يعني انت عم انا ما عندي جواب عم علي نكشف انا عم بسال ليه نكشف للراي العام أنا عم ليش ما بنكشف عم بكشف للراي العام انه هون الناس بعد الحد هلا ما جابوا القضاء واوقفهم او 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 اخذ التدابير القانونيه المطلوبه لانه مش انا بقرر كان لازم توقف يعني فاذا يعني انا ما فيني اقول هودي مرتكبين انا القضاء بيقول انا عم بقول هودي عليهم الشبهه لقطناهم بس حضرتك رافع دعوه طبعا هيك مش باسم الوزاره رفع الدعوه رفعت دعوه ضد مين رفع الدعوه بيعطيني دفع الدعوه حق دين هالناس انا عندي برفع الدعوه بقول انا بدي عليه ارتكب ايه بس على مين تحديدا على مين تحديدا رفعت الدعوه رفعت طبعا على مجهول وعلى كل من كمش التحقيق بتبين ارفعنا دعوه عليا هذا 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 هيك بصير يعني هلا في محطات انكشفت وثبتت ولقطت في محطات صار في عليهم اشكالات وما ثبت مباشره ان هذا الامر مثل محطه الزعرور صار في عليها اشكال بوقتها وصار فيها تحقيق بالقضاء العسكري هل انه صار في اصطدام بين القوى الامنيه وبين حارسي المحطه او لا هذا موضوع ثاني وهذا موضوع القضاء ايه بس معقوله هذا الموضوع يعني اذا بدي احكي عن موضوع محطه الزعرور انه صار في منع لعناصر الدولة انه يفوتوا على هالمكان بحطة الزعرور بهالوقت صار في تحقيق ايه؟ تكون واضح شو النتيجة اللي عنا وانا ما بدي بادل الموقف السيء اللي عم يصدر عن بعض المسؤولين بمحطة الزعرور بموقفته انا مسؤول عن بيت المر يعني الموقف اللي عم يبدو اتجاهك من آل المر العمل تحقيق تقرير من موظفين كانوا موجودين انه صار في تصدي لهم الطلب
انعمل بالتقرير هو جزئين، الجزء الاول بيقول مارسنا وما حدا تصدرنا، الجزء الثاني بيقول وقت طلعنا من عشية تصدونا. اوكي، المهم اجى قاضي التحقيق مفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية اجرى تحقيق، يبدو انه بالتحقيق ما ثبت انه تصدروا، وبتقول الامور مثل هي يعني، ما ثبت انه تصدرنا، بالتحقيق اللي عمله قاضي التحقيق المفوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية وقال لك لازم ياخذ تدبير، انا بلغني انه ما ثبت انه في تصدي لهم بالسريع. فاذا ليش الحكم قالوا يعني هن صار في يعني صار في افادات من اشخاص كانوا موجودين فوق وقالوا انه تصدوا لنا؟ هذا يعني السؤال بالقضاء صار مش عندي صار. ومعالي الوزير بتعرف انت كثير منيح انه سموا بالاسم مين يعني خليلي. سموا بالاسم مين خليلي. الاشخاص اللي تصدوا لهم. يوفر عليك لاني عم تحكي مع واحد مهنته محامي قبل ما يكون سياسي. انا هالدعوه موجوده بيد القضاء وانا اعلنت انه ثقتي بالقضاء وأنا ناطر نتيجة التحقيق وفي ضوءه بياخذ موقفي. اللي بلغني من التحقيق لأجراء مفوض الحكومي إنه الإفادات إجت متناقضة، ما دعا مفوض الحكومي لاعتبار إنه ما صار في تصدي، هذا الموقف اللي صار. يعني صار في لعب بالقضية. لعب ما بعرف، أنا عم بقول لك الإفادات يمكن في بعض الناس عطوا إفادات متناقضة مشان هيك ما توقف عند قضية التحقيق. وليش التأخير صار؟ ليش التأخير صار بمداهمة مركز الزعرور؟ وهيدا التأخير سمح بتفكيك المعدات وإخفائها، مش صحيح هيك الشيء؟ خليني يعني هذا كمان في مسؤولية على من تقع. خليني أحكي وقائع. الوقائع ابتدأت المداهمات، ابتدأت المداهمات مش بالزعرور، انتهيت بالزعرور. ما بعرف كأنه هذا الأمر صار في تفكيك أو لا، بس بعرف أنه إذا ابتدأت وكان في ما يسمى امتداد لهذه الشبكات ممكن يكون في علم أنه في مداهمات وصار شيء بالمقابل. بس الحقيقة ما بدي حمل دمتي ولا بدي أقول هالكلام، إلا أنه بعرف أنه في تحقيق قضائي عم بيصير وأنا منتظر نتيجة التحقيق القضائي بحدد موقفي عليه. فيما لو نتيجة التحقيق القضائي برأيك ما كانت شافية ووافية، هل أنت مستعد لشو؟ بكل موقف منها طبعا. أنا شخصيا مسؤول، أنا في أمان برقبتي اني حافظ على الاملاك الاموال العموميه وعلى مصلحه المواطنين اللبنانيين، من الطبيعي انا بطلع على اللي صار بكل موقف. هل قد الحمايه السياسيه كبيره لهؤلاء المتورطين وعم تمنع الوصول الى نتيجه؟ هل قد التدخل السياسي بعمل القضاء عم بيكون كبير؟ بالحقيقه بدي توجه هذا الكلام للقضاء مش لإلي بس كمراقب وكمعني بالموضوع. أنا ما بتلاقي انه في تباطؤ؟ يعني شو تفسيرك للتباطؤ؟ ابديت ملاحظات حول البطء في سير العداله مش على اساسها، وهذا الكلام بلغته في اكثر من مناسبه للمسؤولين عن التحقيقات وطلبت الاسراع بالتحقيقات، لانه الراي العام مش عم بيفهم ليه، وانا شخصيا كوزير لن اقبل بلفله في هذا الملف. قلت الكلام وبعدني عن موقفي وما راح اغير هذا الموقف، يعني ما حدا يفتكر انه ممكن يغير، هذا موقفي وراح يضل موقفي. بس يعني لما بتقول معالي الوزير انه بعض المشتبه فيهم اعترفوا خطيا بملكيتهم لبعض الاجهزه وهذا المرتبطه بالانترنت غير الشرعي، وهذا قلته هلا ولحد هلا ما تم التحقيق معهم، طب هذا شو ممكن نسميه؟ إهمال، تقصير، تعمد، حماية سياسية، شو هيدا؟ الحقيقة هذا الكلام، هذا السؤال اللي عم تسأله أنا بدون ما أقصر، أنا طبعاً بستغرب هذا الأمر. وأنا دعيت في الجلسات تبع اللجان إنه ليه هو التحقيق ما صار معهم، ليه بتخذ موقف ما بيكفي موقف قضائي تاني. يبدو إنه ما بيكفي الاستغراب بس، يعني لا لا أنا يمكن بدنا ما بعرف شو نعمل. أنا ما بحمل عصا وبضرب بالقضاء، بالعكس أنا بلفت نظر القضاء والرأي العام شو عم بيقول، وأنا عم بقول الوزارة كوزير انا مسؤول، انا عم بقول انه في تباطؤ بهالموضوع، تفضلوا عجلوا فيه، واعدين لنا الهيئه النيابه العامه وعدتنا بالاسراع بهذا الامر واتخاذ الموقف بحق هؤلاء الناس، وقال الناس ناطره، الراي العام ناطر، لانه القضاء كمان ما عم يشتغل بجزيره معزوله، ما هذا القضاء في ناس ناطرين نتائج تحقيقاته، وبنتيجته طبعا هذا القضاء مسؤول تجاه هؤلاء الناس، وانا لي ثقه انه القضاء مفروض ياخذ الموقف وراح ياخذ الموقف المطلوب منه، انا لي ثقه بهذا الامر. بهذا الملف ملف الانترنت يعني تشعب، صار اربع ملفات، صار عندنا الانترنت غير الشرعي، صار عندنا التخابر الدولي غير الشرعي، بدو عليها بالانترنت هذا شيء مختلف. ايه طبعا ايه، وصار في الجوجل كاش والاي وان وكل هالامور. جوجل كاش هيدي يعني قصه مسحه كبيره، ايه مسحه سمجه كبيره كثير لاخفاء المشروع الجريمه الاساسيه بالانترنت غير الشرعي، اخترعوا قصه. انا شخصيا كوزير اتصالات بتحمل مسؤوليه ما اقول، طلبت ان تقدم هذه الخدمه ببلاش للبنانيين تما حملهم فرانك، انا قلت هالكلام وطلبوا مني رفع الحصانه او السماح بملاحقه بعض الوظائف، قلت هالكلام كت على انه بناء اللي طلبي عم ينعطى ببلاش، كان مطلوب نعطي من الناس، نزيد على الناس مصاريف تنقدم له خطوط خدمه الجوجل كاش، انا شخصيا بتحمل هذه المسؤوليه، واللي بده يحاسب يتفضل يحاسبني انا. نعم. معالي الوزير بالنسبه للتخابر غير الشرعي، نعم. يعني في ارقام
وأرقام عرضها وزير المال صحيح. علي حسن خليل بالمؤتمر الصحفي صحيح. أرقام مرعبة يعني لما بيقول لك عرض إنه عرض على التخابر غير الشرعي وعلى الإنترنت أي. يعني لما بيقول لك إنه الدولة خسرت 60 مليون دولار من جراء الأموال يلي هدرت في قضية التخابر غير الشرعي ويعود الفضل في الأمر إلى استوديو فيزيون طيب الفضل يعني بين مزدوجين إذا في 60 مليون دولار راحوا على الدولة سرقوا من الدولة بواسطة التخابر غير الشرعي عبر استوديو فيزيون كما ثبت من سرقوا سببوا خسارة طيب إيه يعني راحوا من درب الدولة هدروا 60 مليون دولار والمتسبب استوديو فيزيون طيب واضح الأمر شو بيمنع من اتخاذ التدابير وبالعكس يعني بالمقابل صار في مماطلة وانتظار لنهارة اللي انعقدت لجنة الإعلام والاتصالات قاموا ركضوا عبكرة بكير استدعوا السيد ميشيل المر للاستماع لإفادته طيب هيدا شو تحقيق جاري بس تحقيق ماشي مثل الزرحفة بعد ما نشكي انه التحقيق بهذا الموضوع اللي بتعلق وزارة الاتصالات مطلوب ضجي مطلوب نتيجة نحن كوزارة عم نعمل وجباتنا واللي ما عاجبه انه عم نعمل وجباتنا يروح يفتش على حل مشكلته غير عنا القضاء هو بتا نحن بالوزارة عم نعمل اللي لازم نعمله نحن بالوزارة مهما طلع صراخهم مهما قالوا عم نعمل وجباتنا وعم نعمل انجازاتنا ونحن اللي عملناه بوزارة الاتصالات خلال السنتين ونص صودي للحقيقة بكرة راح يطلع عندي أنا مكتيب شو اللي انعمل بخلال السنتين وراح يتبين شو وزارة الاتصالات اللي عملت معلش خليني أقول هلأ والناس صارت تعرف أنه نحن بآخر هيدي السنة راح يكون عنا صار جيل الرابع للخليوي جيل الرابع أدفانس يعني بكل لبنان ما بيقول في عنا ولا مشكلة الاتصال الخليوي وهلأ مكبين على مشروع بس هيدا الجيل الثالث يعني 3G ما بيجي مزبوط بكل لبنان ما ليش عم نعمل جيل الرابع يعني خلي الثالث يشرف كليا قبل ما نوصل للرابع منك تقني كلامك مش تقني لا بس انا عم بحكي لا انا كنت مثلك قول وتعرفت تعلمت شو اللي عمل الجيل الرابع بصير هو بيغطي كل لبنان ما بتعود الجيل الثالث بصير مساند للجيل الرابع الجيل الرابع ان شاء الله هيك عم بحكي تقنيا لا مش الجيل الرابع اللي جاي 4G بلس ادفانسد يعني هذا بده يغطي كل لبنان لن يبقى بقعة بلبنان مش متطيب نهاية هذه السنة بيكون لبنان كله كل اللبنانيين عنده الجيل الرابع اللي هو موجود بالقوى الدول المتقدمة بالعالم بقي عنا مشكلة الانترنت مشكلة المهم ما في مشكلة في زيادة زيادة شو لا بالعكس انا عم فكر ان ننزل الاسعار لا خلينا هذا توجه وزارة الاتصالات لأنه وطلعنا مرة الماضي قاموا الأيام علينا للناس اللي ما بدون نحن نشتغل شيء واللي هني اليوم عم بيلومونا إنه الأسعار عالية هني قاموا الأيام علينا وقت نزلناهم بمجلس وزراء خاضوا معركة ضدنا وكل الوزراء شهداء بس هني شهود على ما أقول هلأ نحن بالإضافة للجيل الرابع اللي عم ينعمل نحن عم نعمل خطة جديدة كنا عنا مشروع لبنان 2020 لبنان الرقم 2020 مشان الانترنت يصير بكل لبنان بال2020 بال2020 نحن قعدنا النظر بهذه النظرية هلأ مؤخرا واكتشفنا أنه عندنا إمكانية أن نطلق الانترنت غير الانترنت الشرعي بسرعة بالفايبر أوبتيك يعني بالألياف الضوئية بسرعة أكتر كتير بال2020 وراح نعتمد هلأ عم نعيد النظر بتعديلات على خطتنا طموحي أنا بآخر 2017 بيكون الإنترنت بكل لبنان إن شاء الله كتير عال هاي الإنجازات بس بدي أرجع أنا للموضوع اللي كنت عم ببحثه انت همك هيك الموضوع ايه جريمة موصوفة يعني جريمة موصوفة ماليا وكان سيد ميشيل المر تعليقه أو جوابه أنه هيدا استطلاع رأي لبرامج التلفزيون عنده لما سألوا المدعي العام المالي ونقلكم هيدا الكلام التحيات سرية كيف عرفتوا أنه الأمور ولو ما هيدا شو قال بإفادته الحقيقة ولو ما هيدا انتشرت بكل الصحف ونقال أنه باجتماع لجنة الإعلام والاتصالات إجا خبركم أنه ميشيل المر قال أنه كنا هيدول التخابر كان بمثابة استطلاع رأي على برامج التلفزيون بالوقت يلي استطلاع الرأي بتقوم فيه شركتين إحصاء بلبنان ومش أنه التلفزيونات بتقوم بهيدا الدور مش بعد نص ليل خليني أنت معي ولا لا؟ أنا دايما معك بس خليني أقول لا بس عم بقوله أنه حتى أنت استغربت لا خليني بليز أفضل بالنسبة للموضوع شو جرى تحقيق معه الحقيقة اللي فادي ما اطلعنا عليه إلا أنه أبلغنا مدعي العام المالي نائب العام المالي أنه استمع لإفادة السيد ميشيل المر وأنه طلب منا نحن كوزارة نزوده بمستندات تتبرر شو نعطي ياخد فكرة ثابتة عن نوع وعدد التخابر اللي كان يصير
ونحن الحقيقة طلبت بالوزارة تزود النيابة العامة المالية بهذا الأمر. بس أنا اللي بدي أقوله وهوني بك تسمح لي بس تروق علي تقول اللي بدي أقوله. أنا تمنياتي إنه ألا نحول وسائل الإعلام إلى محاكم هي تحاكم الناس. وما عم بحكي عنكم بس، عم بحكي عنكم وعن غيركم وسائل الإعلام. وسائل الإعلام هي مفروض تطوي على الحقيقة ومفروض القضاء يلعب دوره. ما يتحول أي واحد بوسائل الإعلام لا أنت ولا غيرك إنه أنت عم تحكم على غيرك إنه ارتكب جرم. خلي العدلية بالنتيجة، القضاء يقول ارتكبت ولا أنت بريء ولا مش بريء. بس شيء واضح وأنت من حقك بيكون في وضوح بالموضوع. طبعًا طبعًا. وأنت من حقك كمواطن إذا كنت مدعى عليك بشغلي وإذا كنت متهم بارتكاب جريمة واضحة، من حقك أن يكون عندك حق الدفاع عن نفسك تالمحكمة تقول كان ارتكبت أو لا. هو المبادئ الأساسية للعدالة. إذا بدنا نضرب المبادئ الأساسية للعدالة وكل واحد منا يدص بحاله هو قاضي محل القضاء، حل القضاء كارثة. بس هي وهذا الكلام مشروع، وهذا الكلام عم بعاني منه أنا ايه؟ وزارة الاتصالات. بس هي أسئلة مشروعة لازم نسألها حتى الرأي العام يعرف. في أشياء واضحة طالعة على الأمور يعني بشكل كثير واضح. خليني كفي. أنا صار لي عم بعاني من اتهامات طالعة من محطة تلفزيونية معينة من كذا شهر، والحقيقة هيدا فيها كتير من التجني وفيها من الإهانات وفيها يعني من الإهانات. الحقيقة طلع ديني منها، وما بدنا نحن كل ما طلع خبر نطلع نكذب الخبر لأنه لو عطني ما راح ينشروا. أنا بتمنى على وسائل الإعلام تحترم نفسها، تحترم الرأي العام، تحترم الناس. خلي القضاء النتيجة يقول كلمته. إذا ارتكب هذا الشخص جريمة خلي القضاء يقوله، إذا ما ارتكب هو يبري القضاء، لا نحن نتهم ولا نحن نبري. خلي القضاء ياخذ مجاله. ونحن بوزارة الاتصالات نحن شفافين، اي معلومة تطلب منا نحن بنحطها بتصرف القضاء، والقضاء هو بيقول كلمته الاخر. طيب بالنسبة للتخابر غير الشرعي كمان، ما في غير مطارح فيها تخابر غير شرعي؟ يعني ليش بس قبل تم الكشف على هذا الملف اللي له علاقة باستوديو فيزيون؟ خليني كتير خليني لا عفوا شوي. قبل ما حولت ملف استوديو فيزيون للقضاء اجاني التقرير انه اكتشفوا كذا كذا كذا، اللي هو قضية انا برأيي مكشوفة فاضحة. طلبت من الوزارة قبل ما حولت شيء يعملوا تحقيق كأنه في غير نمر ترتكب الشيء زين. الحقيقة بعد اسبوع رفعوا لي تقرير انه هذا ما اكتشفوا في نمر اخرى عم تستعمل هذا الامر. هلا حولت هلا وطلبت استمرار التحقيق لمعرفة اذا كشفنا اي رقم او اي مشترك او اي ايوان عم بيستعملوه لهذه الغايه ان نحوله للقضاء. يعني ما نقينا ولا عم صفي حسابات. نحن في اكتشفنا واقع عم نشتغل عليه، وانا واجباتي اعمل هيك. واذا ما عملت هيك كون انا عم بخفي عن الراي العام وعم بغطي شيء عم بيصير مخالف للقانون وفي هدر اموال للدوله اللبنانيه عم بغطي. نعم. مش هيك. هل المدعي العام المالي يعني هو المكان اللي لازم يكون عنده هذا الملف يما لازم يحال لمطرح ثاني اذا فيها هالقد حجم هدر يعني بالمال؟ خلي اشرح لك الاصول القضائيه. الاصول القضائيه القضايا بتتعلق بالقضايا الماليه، بتتعلق فيها الجانب المالي، بتتعلق خصوصا باموال الدوله، تحال للنيابه العامه الماليه. النائب العام المالي بيجري تحقيق اولي، ومن ثم اما بيدعي على الشخص وبيحوله القاضي التحقيق، اما بيحفظ الدعوه ما بيلاقي فيها شيء جدي. نعم. هلا القصه بعدها موجوده على مستوى النائب العام المالي. النائب العام المالي عم بيعمل تحقيق، وبعد ما يخلص تحقيقه او بيدعي وبيحول لقاضي التحقيق ياخذ التدبير فيها، او انه بوقتها بيقول بيحفظ الدعوه بيقول مش جديه. هذا بعدين متى راحت القاضي التحقيق، قاضي التحقيق بيعمل تحقيقاته، او انه بيعمل قرار ظني وبيدعي وبيظن بالناس اللي ارتكبوا الجرم، او انه كمان بيحفظ. اذا ظن بتروح للمحكمه. شفت كيف؟ وقت المحكمة هي بتحاكم، هي بتقرر. بس ما فينا نسبق كل هالأمور ونروح على المحكمة ونصدر الحكم من عليائنا إنه فلان مجرم وفلان مش مجرم. هذا أنا بدعي كل المسؤولين من موقعي كمسؤول واحتراما للذات واحتراما للرأي العام ولذكر اللبناني وللحقيقة وللمبادئ القانونية العامة إنه ما يتجاوزوا هذه المبادئ العمبولة ويستبقوا القضاء ويحكوا أكامل. طيب يعني بيتم بنلاحظ إنه عم بيصير في توقيف للصغار، بس المتورطين الكبار وين؟ ما أنا عم طالب شو؟ إيه؟ ما أنا عم بقول هذا الصغير مرتكب جرم لأنه ما في حدا حمية وقفته. بس اللي هو اللي عنده حماية واللي هو مدعوم واللي هو مغطى، ليه ما عم توقفه؟ لأنه مغطى. هذا أنا رافضه. هذا أنا رافضه. هذا اللي عم بشكي منه أنا. خلينا ننتقل لموضوع كمان آخر يثار بوجهك وبيتهموك أو يؤخذ عليك إنك عم بتدافع عن عبد المنعم يوسف. لا الحقيقة يعني رغم كل الاتهامات ضده ورغم كل المآخذ عليه وإلى آخره، يقال إنه الوزير بطرس حرب يدافع عن هذا الكلام. هذا الكلام في تجني. هذا الكلام مش صحيح. هذا الكلام الحقيقة القصد منه سياسي. عبد المنعم يوسف موظف بالوزارة وغيره موظفين بالوزارة،
في ادعاء عليهم امام القضاء. قبل ما القضاء يقول كلمته انا من واجباتي دافع عن كل موظفيني، مش دافع عنهم بمعنى احميهم، لا، انه مع احترم موقعهم. النهار اللي بيصدر قرار او بيثبت عليهم شيء انا اول المدعيين بكون، بس ما حدا يطلب مني انا انه ما بعود في موظف بالدولي بيسترجي يعمل شيء لانه القصه بتصير سياسيه. اذا الموظف بالدوله اللبنانيه ما شعر انه المسؤول عن وزارته هو عم بيحترم القانون وعم بيحترمه هو بالنتيجة، وطبعا بالوقت ذاته حامل سيف السلطة، إذا ثبت عم بيرتكب أنه يستعمل سيف السلطة، إذا ما عملنا هيك ببطل في موظف الدولي، ببطل موظف يشتغل يسترجع يعمل شيء. خليني أعطي بس نتائج اللي عم بيصير. أنا بقدر أكد لك بالوقت صارت القصة للا الشغل بوزارة الاتصالات نزل للربع، ما في موظف عم بيسترجع يعمل شيء بقى. خليني أكون وخيين ليه؟ لأنه خايفين، خايفين أنه فلان ما يرضى عليه يفتح عليه، يفتح عليه النار ويخبر أنه مرتكب ويطلع ماشي بالآخر. ما هؤلاء الناس، هؤلاء الناس كرامتهم مش ملكنا، هؤلاء الناس بشر مثلك ومثلي وعندهم عائلاتهم وعندهم كرامتهم وعندهم صيتهم. بس هون أسألك شغلة، أنه مع الوزير عبد المنعم يوسف يمكن أكثر موظف بالجمهورية اللبنانية في عليه شكاوى، في عليه شكاوى وفي علامات استفهام من رؤسائه، يعني مثلا على سبيل المثال من رؤسائه يعني من الوزراء يعني اللي سابقين كانوا مختلفين إنه أي. يعني مثلا في 45 شكوى أو دعوة بحقه، شو صار فيهم؟ تعود إلى الوزراء السابقين، شو صار فيهم؟ شو صار فيهم؟ مثل التربيعون هو الدعاية وطلع فيهم براء الزلمة. إيه بس وعند استلمت وزارتي أنا إجوا عرضوا علي كده، وين المدير العام يا حب العدلية؟ وين المدير العام يا حب العدلية؟ ليش بالعدلية؟ لأنه قايم عليه الدعوة الوزير السابق. يا أخي جيبوا لي هالدعاية، شفت هالدعاية أنا كمان. بس يعني في دخان بلا نار يعني؟ خليه يكفي، أنا ما عم دافع، أنا ما عم دافع. أنا عم بقول إذا سلط عليه شيء حرقوا سلافه. بس قبل ما يثبت عليه شيء. شوي خليه يكفي. جيت أنا شفت شو الدعاية، في 15-16 دعوة جديدة. درست. في دعاية ولقيتهم تافهين وما في جرب جزائي ولا شيء، القصد منها بس تنكيل. قلت له هودي أنا كوزير ما بتراجع، مثل ما قال الوزير صحناوي هذيك اليوم سمعته إنه أنا تراجعت عن الحق العام، معلش خلينا كمان بالثقافة القانونية، أنا ما لي حق أتراجع عن الحق العام، أنا الحق الشخصي بترفع عنه بترجع عنه. بس الحق العام هذا ما حدا فيه، لا هذا مش ملكي، مش ملك حدا، مش هيك الدعاية وهي مستمرة بس بالحق العام. بس أنا كوزير أنا عم بقول إنه هاي الدعاوى لا قيمة لها ولا وجود لها. في دعوة مدري دعوتين لقيت إنه ممكن يكون في مخالفة في شيء معين، تركتها بترجعت عنها، بس هيك القصة. حش خبروا الناس خبار ولا طعمه. بس السؤال بدي أسألك إيه، إنه إذا في موظف عليه كل هالعلامات الاستفهام وهلأ عم بهو قيد التحقيق، صحيح ما هيك؟ صحيح. وفي هالقد امور يعني عم بيتم تداوله عنه انه يجمع بين وظيفتين والاخره وكل هيدا، مش هو عم يجمعهم، مش سوزر قرر يجمعهم. ايه عاد بس هيدا الشيء صح ولا غلط؟ مش سوزر قرره، هو شو عليه؟ ما مش سوزر اخذ القرار، اللي عم بيقولوا انه هني مش بالضروره يكون قرار صائب يعني حتى لو اخذته مجلس الوزراء، بس هو موظف هيدا بده ينفذ قرار مش سوزر، موظف بيقول له مش سوزر انا ضد القرار. طب هول الوزراء اللي هني اليوم عم بيشكوا وعم يخبروا، ما هني كانوا مجلس الوزراء اخذ القرار هيدا، هني اللي سكتوا، هني استلموا الوزارات قبلنا، وهني اللي وافقوا على استمرار القصة، انه هلا لانه صار في تصفية حسابات ولانه وزارة الاتصالات مش لازم تشتغل شيء وممنوع نخليها تنجز شيء تما تكشف فشل الاخرين، لازم نعمل كل هالضجة. انا اللي بدي افترضه انه اذا في موظف هالقد في حوالي علامات استفهام ومثار جدل يعني وبانتظار انه التحقيق والى اخره ويخضع للتحقيق، صحيح. طيب الا يمكن ان يوضع بالتصرف او بهالفتره هيدي لحتى يطلع القرار اذا كانه مذنب او مش مذنب، الا يمكن وضعه بالتصرف او كف يده مرحليا لتبيان اذا كان في اذا كان في مذنب ولا لا؟ ما بعرف يعني في اصول قانونيه تتبع. اذا انا كمسؤول وجدت انه وضعه تكليفه بمهام اخرى او ما عاد وقف تكليفه بهالقصه ممكن يفيد بالتحقيق ما بتاخر، بس زوجيت إذا عملت هذا الأمر ممكن يأثر على عمل الوزارة أنا ما بعمله. مشان هيك نهار اللي بيتبين نهار بيطلع قرار ظني وقتها بيخذ هذا التدبير، بس بهذا الكلام لحد هلا ما طلع قرار ظني، هلا عم بيصير تحقيق. نهار التحقيق قبل ما يطلع الحكم، نهار بيطلع قرار ظني عم بقول من قاضي التحقيق قبل ما نوصل للمحكمة، أنا بوقتها بيخذ التدبير. طيب خليني يكون هيك صريح معك، تخبرك شو عم بينحكى. يعني عم بينحكى إنه في روايتين، حدا بيقول إنه الحماية السياسية لعبد المنعم يوسف هي اللي مخليته هالقد بموقعه. تسمح لي هون أطشك أقول لك شو سقطت الحماية السياسية عنه من زمان ومشان هيك عم بيعاني. لا بس ما في عم بيقولوا رجعت طلعت مش صحيح الكلام، مش صحيح الكلام. ومنهم بيقولوا انه في حمايه من قبل الرئيس السنيورة مش من قبل الرئيس الحريري، وانه قد يكون الرئيس السنيورة طالب منك انه راعي له شوي وضعه. هيدي روايه من الروايات، هل هيدي صحيحه ولا لا؟ خليني بس الروايه الاولى، اولا ما هو ثابت انه صار في اتفاق سياسي على انه وجود عبد المنعم
اللي هو التيار المستقبل سعى لتعيينه وسعى لرده من بعد ما انه تعرض لمريحة بالماضي. هذا التيار بيعتبر يمكن بنتيجة الوضع اللي صاير فيه انه ما في مصلحة باستمرار الدكتور عبد المنعم بهالمركز وما عاد معني بالامر. هلا رئيس سنيورة هو شخصيا بيأمن انه هذا رجل ادمي، وبالتالي اللي كان مقتنع واللي كان مش مقتنع ما بأثر على رأيي. انا اذا شايف انه هذا الرجل لازم يتخذ تربيه للرئيس سنيورة ولا الرئيس الحريري ولا حدا بأثر على موقفي يعني مش رايك عبو الحمية يعني انت ناطر انا بنطر شو القضاء بيقول بعمل. انا لا الرئيس سنيورة راح يقول لي شو بدي اعمل وانا ما بسمح حدا يقول لي، ولا الرئيس الحريري بيقول لي، ولا الرئيس سلام بيقول لي، ولا حدا بيقول لي، انا ضميري اللي بيقول لي. وانا عم طبق القانون، نهار الانسان اللي عم بيطبق القانون هو بده يكون موضوع لانه عم بيطبق القانون زعج الناس ما عليه شيء يطبق القانون. وبدك خبرك خبريه ثانيه بقوله عم بقوله قال في شغل يعني في بزنس بين مين ومين؟ بين عبد المنعم يوسف حدا من عائلتك او حدا عائلتي؟ ولا واحد بيشتغل اتصالات ولا واحد له عائله اتصالات ما في شيء او معك حتى عم بيقولوا ممكن مبين علي معروف عني تاريخيا. خليني بس اقول لك شغله معلش ما بدي اقول كلام بلا تهذيب ردا على لانه هذا بيأذي بالكرامه وانا بالكرام ما بقول حدا يلعب معك. انا 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 باخلاقيتي كل هل عم بينظروا بيعرفوا موقعهم وقت انا بحكي باخلاقيتي بيعرفوا ممارستي بيعرفوا تاريخي. انا ما بسمح لحدا انه يتطاول على كرامتي باي شيء. انا انسان عرفت اني عملت وزير 5 مرات ولا مره بخالف القانون ولا قرار موقعه بخالف القانون. انا هون الناس ما بيطالوا الكرسي والطاولة. أوكي بعد الفاصل الإعلاني بدي أختم الحلقة بأجواء هيك أكثر إيجابية. لأنه أنا بسمح اللعب السياسي لأنه بس طورنا بكل أسف دنا مستوى الحياة السياسية لدرجة أنه ما عاد تستغرب هذا النوع من الكلام لأنه هذا الكلام بيصدر عن ناس هن بيصدر لهن شو بيحتويوا بنفسهم بيحاولوا يشوفوا الناس مثلهم. نحن مش هيك. نحن تورنا على أخلاق، ربينا ببيوت فيها قيم وفيها أخلاق. نحن بنعرف شو قيمة الدولة، بنعرف شو قيمة القانون، ونحن بنحافظ على كرامتنا، مش بحاجة حدا يذكرنا بالأمور. بعد الفاصل الإعلاني رح أختم الحلقة مثل ما قلت لك بجو شوي أكثر هدوءا وأكثر هيك جمالا بلبنان. عم بيشوهوا كل شيء. عم بيشوهوا الأخلاق والقيم شو بيبقى؟ شو لبنان؟ شو المناظر الطبيعية؟ مهرجانات؟ هودي عم نحاول نقول بخليهم شوي لعل منرد الأخلاق، بدنا نرد الأخلاق، بدنا نرد المستوى للي بيتعاطوا سياسي، يكونوا مسؤولين عن بلدهم مش عن مصالحهم. نرجع على البلد اللي بنحلم يكون بلدنا، لبنان ما هيك كان، ولبنان ما انبنت يكون هيك، بس الله يلعن هالأيام. بعد الفاصل الإعلاني المحور الأخير بحلقتنا مع الشيخ بطرس حرب. دقائق الأخيرة من هذه الحلقة مع الشيخ بطرس حرب بدأ انتقل من كل الجو المتشنج اللي له علاقة بالعناوين السياسية والحكومة وأزمتها والشغور الرئاسي والاتصالات والإنترنت الشرعي والغير الشرعي مش الشرعي بدأ انتقل لجو أكثر هيك راحة مثل ما قلنا يعني قربت هالصيفية على نهايتها وكانت مميزة رغم كل الجو الأمني الملتهب حوالينا ورغم كل المشاكل اللي عم نعاني منها المشاكل السياسية والاقتصادية وكل التعقيدات والخلافات كان في صيف مزدهر بلبنان على صعيد المهرجانات. ورغم انه ما في سواح يعني خليجيين او اجانب في بس المغتربين اللبنانيين جايين رغم هيك كان في مهرجانات بكل لبنان ومن بين عندكم بتنورين مهرجانات أرز تنورين يلي نظمتها السيدة مارلان حرب زوجتك طبعا وكان في بكل المناطق مهرجانات. هذا الجو لأي درجة بيعطي صورة انه هالوضع بلبنان رغم كل شيء قادر هاللبناني انه يضل واقف على اجره. هاي هذا صورة المهرجانات هي بتعبر عن طوق اللبنانيين وعن غريزة اللبنانيين بمحبة الحياة وبتمسكهم بالفرح والأمل. وبتصور انه نجاح المهرجانات ما هو الا تعبير عن هذا الشيء وعن شيء ثاني انه طلع دينا من الصراعات السياسية الناس وعم تنصرف الناس كفشة غلق بهالمهرجانات. لانه بدي اسمح لنفسي بس اقول شيء خاص تتمي للجو اللي كان بالمهرجان اللي عمل بتنورين ملوك الطوائف ورد عبارة كأنها بتعبر عن الحال اللي نحن فيها. عبارة هي بتقول انه اذا مات الملك بيجي ملك غيره
بس إذا مات الوطن ما في وطن غيره. يعني هذا معلش خلينا نتعظ من الكلمة تنقول هودي اللعب بالبلد واللعب بالوطن راح حطنا في مكان نخسر الوطن وما في وطن غيره. بس إذا أنا ما جيت وأنت ما جيت فلان ما إجا نلاقي غيره بيضل يلتقى غيره. بس ما نلعب بالوطن، ما نلعب مصير ولادنا، ما نلعب مستقبل هذا البلد اللي اسمه لبنان. هذا البلد وجد تيبقى، واللي عم بيحاولوا يدمروا اليوم وهودي بوقتها بيوقع عليهم لعنة التاريخ، مش أنا بقول بدي لعنهم، بيوقع عليهم لعنة التاريخ. والله الله يسترهم من لعنة التاريخ. يعني قلنا بقى نحكي مهرجانات، رجعت ردي جدع السياسة. لا بس عم بقول لك انه المهرجانات تعبير عن طبيعة اللبناني، عن رغبة اللبناني وعن قرف اللبناني من الحالة القائمة بالبلد. عم فيش خلق بالمهرجانات. على كل حال بنتمنى انه البلد يضل مزدهر، يعني على القليل يضل فيه الاستقرار الأمني يلي رغم كل تعقيدات المنطقة حوالينا لبنان بعده لحد هلأ انه أمنيا أحسن بكثير من غيره. وخلينا نحيي القوى الأمنية والقوى العسكرية اللي عم تعمل بواجب كبير بظروف صعبة جدا واللي عم تساعد كتير على ضبط الأمن، طبعا بالإضافة إلى الوضع السياسي اللي ذكرته أنه في اتفاق دولي على عدم ترشيح. خلينا أختم شيخ بطرس مع روبورتاج عن المهرجانات بلبنان، عن صيف المهرجانات وكمان يعني دور وزارة السياحة ومدى الفائدة السياحية والاقتصادية من وراء المهرجانات. دور وزارة الاتصالات اللي هي عم ترعى وعم بتساعد المهرجانات الثقافية، يعني عم بيصير في رعاية بكل لبنان، سبونسورينج لهالمهرجانات كلها. على كل حال بدي أشكرك شيخ بطرس حرب على هذا اللقاء، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك الله. وبالطبع يعني على أمل أنه المقابلة المقبلة معك يكون في عنا صار رئاسة جمهورية، يكون صار في عنا قانون انتخاب، يكون صار دايما هالأمنية. بصير عنا موقوفين بقصة الانترنت غير الشرعي باستوديو فيزيون كمان باستوديو فيزيون بالتخابر غير الشرعي عبوه موقوفين. أنا بالدعاية والعلاقة نعم على أمل أنه هذا الملف يوصل لمطرح ما لازم يوصل له. حيوك. خليني أختم مع هالروبورتاج وإلى اللقاء الأحد المقبل. في مقابل المشهد السياسي المقفل على أي حل للمشاكل القائمة، يبدو صيف لبنان مفتوحاً على حركة مهرجانات تمتد من شماله حتى الجنوب مروراً بعاصمته وجبله وبقاعه. لعل المشهد الفني السياحي يعوض شيئاً من خسارات السياسة. أكيد في عائدات اقتصادية بتنتج عنا لهذه المهرجانات، لأنه هذه المهرجانات بترافق مع تنشيط اليد العاملة، يعني حتى ولو كان موسمياً، يعني بالقرى وبالبلدات لما أنت بتعمل مهرجان المجتمع المحلي بيشارك بهذا الموضوع. فضلاً عن هذا الشيء أنه اليوم المجتمع المحلي بيزود السواح اللي جايين على هالمهرجان بالمنتجات اللي موجودة عنده من ضمن إطار هالمنطقة أو هالوجهة أو البلدة، يعني مثل المنتجات البلدية، مثل أعمال الارتزانة، مثل الأعمال الحرفية. المهرجانات اللي بتنقام ضمن إطار الجمهورية اللبنانية وزارة السياحة بمعظمها بتدعمها، يعني فينا نقول حوالي 85% من هيدي المهرجانات الأعمال الحرفية. المهرجانات اللي تنقام ضمن إطار الجمهورية اللبنانية وزارة السياحة بمعظمها بتدعمها، يعني فينا نقول حوالي 85% من هيدي المهرجانات بتدعمها. في بعض المهرجانات مثل البلديات، البلديات مثلا بتاخذ مساهمات منها مادية من وزارة السياحة، لكن غالبا معالي الوزير بوافق على منحهم مساهمات عينية
يعني بنوفد لهم فرق فولكلورية لأحياء سهرة، بنوفد لهم فنان لأحياء سهرة، بنساعد بالأمور اللوجستية.